اهلا وسهلا بيكم معنا مره تانية وبرنامجكم التاسع. ممكن استاذن حضراتكم في ان انا نفسي ومنى عيني اتفك معاكم بكلمتين بقى؟ طيب يا عم يوسف، ما انت كل يوم بتيجي تقول بصوا الكلمتين دول، كلمتين حطهم حلقه في ودنك عشان خاطري والوجه الله تعالى كده. ما تسمعش كلام الاخوان، ما تسمعش كلام الفيسبوك، ما تسمعش كلام التيك توك، ما تسمعش كلام اي حاجه غير ايه؟ هتيجي تقول لي اكيد غير الكلام اللي انتوا بتقولوه، ما انتم ايها الاعلام الذي وما. لا يا عم، اسمع كلام المنظمات الدوليه، اسمع كلام الهيئات الاقتصاديه الكبيره. الكلام اللي انا عايز اقوله متعلق بمسائل اقتصاديه لطيفه كده. خلال يمكن شهر يناير اللي هو الموسم الاكبر والاغزر من حيث الشائعات، وده مفهوم جدا جدا جدا، وزي ما كنا بنتكلم امبارح مع الدكتورة نعيم سعد زغلول، انه كلما زاد معدل الانجاز والتحقيق الواقعي هتزيد الشائعات. على سبيل المثال، احنا مش دايما بنقعد نذكر كده مثل لطيف يقولك ايه، الناس بتحدف الطوب على ايه؟ على الشجرة المثمرة. لكن لو شجرة ما فيهاش ثمر هتحدفها بالطوب ليه؟ انت عايز الثمر ده يتساقط فانت اللي تاخده تجنيه، صح؟ طيب ده في حالة الشجرة. غير كده، اذا فلان الفلاني ملوش قيمة، فاشل، هتقعد تتابعه وتتابع اخباره مثلا؟ لا. هتحاول اذا كانت النفس مريضه، يعني هذه النفس المريضه هتحاول تغتاله معنويا او تهاجمه؟ برضه لا. نفس الحكايه تنسحب دائما على المؤسسات والدول. لو الدوله ماشيه كويس وليها عدو، هو العدو ده شغلته ايه غير انه طول الوقت يقعد يشوه في هذه الدولة او يحاول في تلويث سمعتها، وبالتالي يبدأ يطلق الشائعة. نفس القصة في الاقتصاد. خلال كم اسبوع اللي فاتوا دول، احنا النهاردة اهو فبراير، كل سنة وانتم طيبين، وده شهر عظيم بالمناسبة، مش بس لانها اتولدت فيه، بس هو شهر حلو يعني. هبقى احكي لكم بعدين هو شهر حلو ليه فبراير ده، انا احب فبراير جدا. والله مش عشان اتولدت فيه. ناس طلعت عملت فيديوهات على تيك توك، وناس كتبت على فيسبوك شوية كلام فاضي متعلق بإيه بقى؟ قالك الاقتصاد المصري ينهار. أدي واحد. اتنين، الاقتصاد المصري يعاني من أزمة سيولة، والبنوك تعاني من المش عارف إيه والكلام ده. تيجي تقولي أيوة، أقولك طب أيوة إيه الملامح بتاعت الأيوة؟ يعني جبت منين كلمة أيوة؟ إيه اللي أنت شفته بيقول انه لا قدر الله في مشكله في الاقتصاد المصري؟ سيدي الكريم، لما يجي مؤسسه ماليه كبيره، يعني ايه مؤسسه ماليه كبيره؟ مش بقى مؤسسات التحليل ودراسات الجدوى ولا الدراسات الاقتصاديه، حاجه كده زي بنوك. لو افترضنا ان في بنك كبير فاتح يجي في 135 دوله في العالم، يقول لك يا جماعه انا جاي افتح في مصر في 2022، تقول له ايه؟ تقول له يا بنك يا كبير، يا عندك 135 تواجد في 135 دولة، دي مش افرع، تواجده في 135 دولة مستوى العالم، انت ما بتفهمش حاجة؟ يعني هو البنك جاي مصر عشان يهزر؟ او جاي مصر عشان يخسر؟ او جاي مصر في اقتصاد ينهار؟ ليه؟ عبيط؟ بيغامر بفلوسه وفلوس مساهميه ومودعيه ومستثمريه، ولا جاي عارف انه في اقتصاد مش بس مستقر، اقتصاد صاعد؟ ما انا بنك جاي يعمل ايه؟ جاي يشتغل. جاي يشتغل ليه؟ عشان اكسب فلوس. يبقى انا لما اكون جاي عشان اشتغل واكسب فلوس، يبقى لازم ابقى متاكد 100% 200 300% انه ده اقتصاد شديد الاستقرار ومنحناه صاعد. اهو ده اللي حاصل. لو قلت اسم البنك هيبقى اعلان، فانا اسف مضطر ما اقولش اسم البنك على الاقل دلوقتي. حلو؟ لكن والبنك غالبا هيفتح في شهر 8 او في شهر 9 اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بل وما هو ابعد من ذلك، هو البنك كاتب كده على صفحاته الرسميه. ده ما هو ابعد من ذلك، البنك عامل اشاده بالاقتصاد المصري واستقراره. ده على سبيل المثال. بلاش تيجي تقول لي اصل في تضخم عالمي. طبعا في تضخم عالمي. هو في حد انكر انه في تضخم في العالم؟ هو في حد انكر انه في ازمه اقتصاديه في العالم؟ طيب بمناسبه، حضرتك عارف انه الولايات المتحده الامريكيه رفعت سعر الفايده على الدولار؟ انت عارف يعني ايه ارفع سعر الفايده؟
وعارف يعني ايه اخفض سعر الفايده؟ تعالى نفتكر مع بعض حاجه كده بسيطه اتعلمناها مع سيبك من ان انا خريج اقتصاد وكل الكلام ده، سيبك منه خالص. احنا اتعلمنا مع بعض ايه؟ كل ما الاقتصاد بيستقر ويصبح اقوى تلاقي البنوك بتخفض في اسعار فايدتها. مش احنا حصل لنا كده؟ انت فاكر زمان لما كانت البنك اظن بيدي 20% فايده على الشهادات، وبعدين نزلت بقت 18 وبعدين 16 وبعدين 15 وبعدين ده على فايده 3 سنين، وبعدين بقت اظن 11.25%. صح؟ ده معناه ايه؟ اقتصادك احسن فانا بقلل سعر الفايده بتاعتي. طب ولو انا جيت رفعت سعر الفايده بتاعتي يبقى انا كده ايه؟ مقلق. فعاوز الناس تحط الفلوس جوه البنوك، الناس دي تطلع افراد، تطلع مؤسسات، تطلع مستثمرين، تطلع حكومات من بلاد بره الى اخره. فامريكا رفعت سعر الفايده عشان عندها ازمه. هي بس امريكا اللي عندها ازمه؟ اوروبا عندها ازمه، الصين يا عم عندها ازمه، كل الناس في العالم عندها ازمه. هو هينفع يبقى في ازمه اقتصاديه في العالم وما تنعكسش على دولة أو اتنين أو تلاتة؟ لا ما ينفعش. لكن في حاجة اسمها أن دولة يبقى في عندها القدرة على مواجهة الأزمة. يعني يا عم يوسف أنت اقتصادك أقوى من الاقتصاد الأمريكي؟ لا يا فندم. أكبر من الاقتصاد الأمريكي؟ لا يا فندم. لكن أنا أكثر استقرارا. جزء من ده أن أنا أصغر بالمناسبة، بس كمان في جزء كبير من ده ان انا عملت ما نطلق عليه الاصلاح الهيكلي في الاقتصاد بتاعي. فعملت ايه بقى؟ وسعت، كترت مصادر الدخل بتاعتي. فيبقى انا مثلا قاعد بصدر حصلات زراعيه مثلا، فبتدخل لي لو حضرتك خدت بالك بتدخل لي تقريبا اظن 2.5 مليار دولار. الله، هي كانت قبل كده بالشكل ده؟ لا يا فندم كانت اقل كتير. طيب ازاي ده تقريبا حوالي 40%؟ طب تعال نبص كده، قناه السويس زادت ولا ما زادتش؟ زادت. الله، طيب انا كنت دوله بتستورد طاقه زمان، بستورد بترول وغاز الذي منه اي حاجه في الطاقه كنت انا بستوردها. ايه اللي حصل بعد كده؟ بقيت انت بتصدر طاقه. طيب وهل صادرات الطاقه بتاعتي مثلا صادرات الغاز بتزيد ولا ثابته ولا بتقل؟ بتزيد. الله، ده معناه انا هنا ضربت لك ثلاث حاجات بس، لسه ما كلمتلكش على بقية الصادرات المصرية. ده قلت لك صادرات زراعية، حاصلات. ده أنا فتحت السوق بتاعي أنا وإفريقيا ووسعته وزودت صادراتي. يا سلام، ده إيه الشطارة والحلاوة دي؟ طيب تعال بقى هنا نشوف، هو أنا كده لما يبقى دخلي بيزيد، دخلي بيزيد ومش منعكس على المجتمع من جوه؟ لا منعكس. أمال أنا إزاي بقضي مثلا أو قضيت على العشوائيات الخطرة وشغال إن أنا بقضي على العشوائيات اللي هي مناطق غير مخطط ليها؟ طب أنا إزاي أقول مش منعكس؟ أمال أنا بعمل إيه في حياة كريمة؟ حياة كريمة اللي بيغير التركيبة الاجتماعية بكاملها، عشان كده اسمها حياة. الحياة يعني الكل، الكمال، الكمال لله وحده، لكن أنا بتكلم هنا بقى على المعيار البشري. فأنا رحت عامل حياة كريمة، فأنا أغير 60% من تعداد المجتمع المصري، أغير الشكل الاجتماعي ل60%، بنقلهم من حال للأسف شديد السوء إلى حال والحمد لله والشكر لله. وبدأت، أنت مش هتعمل حياة كريمة، أنت بدأت. فبتروح نقلهم نقلة تانية خالص، نقلة جذرية تماما. طب انا هقول لك حاجه، حضرتك تعرف ان انت عندك في مصر مصنع لصناعه الالياف الضوئيه؟ طب هل المصنع بدا الانتاج؟ لا لسه. طب هل المصنع المنتج بتاعه مطلوب؟ اقول لك اه في دول بالفعل حاجزه عندك المنتج. بتيجي تقول لك والله يا جماعه انتوا المفروض المصنع ده هيبدا انتاج في تاريخ ايه؟ فتقول مثلا في التاريخ الفلاني، يقول لك طب احنا حاجزين عندك مش عارف 10,000 كيلو متر. ما هو الالياف الضوئيه بتبقى كده بآلاف الكيلومترات، وأنا حاجز عندك 16,000، وأنا حاجز عندك مش عارف إيه. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت إلى هذا الحد اقتصادك صاعد مش نامي. إلى هذا الحد أصبح في ثقة حقيقية في الاقتصاد المصري وفي الصناعات المصرية وفي الصادرات المصرية، فبقت منتجاتك بتتحجز. ومنتجات تانية كتير، في منها اللي بصدد إن احنا نتكلم فيه، وفي منها اللي احنا مش بصدد نتكلم فيه. ليه؟ دي قصة تانية خالص برضو نبقى نحكي عليها في وقتها. طيب اللي أنا عايز أقوله يا سيدي الكريم، العقل زينة. أنا دايما أقعد أقول لأولادي كده، حتى ابني لقطها من نيجي نتكلم لك العقل زينة. العقل زينة، وإحنا ناس عقلة كلنا ده مجتمع ذكي، ده شعب ذكي جدا جدا جدا.
طيب بلاش بلاش نعطل مخنا عن عمد وبص على فيديو تافه على تيك توك، ولا صفحة عبيطة على فيسبوك، ولا واد أهبل طالع على يوتيوب، ولا واد أهبل منه مش عارف طالع منين، ولا نترك نفسنا للشائعات. أمال يعني الراجل ده ثروة الراجل، يعني ده مش حجم الشركة، مش القيمة السوقية بتاعت الشركة. ثروة الراجل مش عارف 162 مليار دولار، أمال حجم الشركة إيه؟ قيمتها السوقية قد إيه؟ أنت متخيل يعني إيه جاي يفتح هنا؟ أو فتح هنا بالفعل؟ ده على سبيل المثال للحصر. إذن عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، خلي عندك ثقة. العالم بيقول كده، بيقول أنت اقتصادك قوي يا مصريين، اقتصادك قوي يا مصريين، اقتصادك صاعد يا مصريين، اقتصادك قادر، أو بالأصح قدر، استطاع أن يقف أمام جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية وتفاعلاتها الاقتصادية السلبية على مستوى العالم. اقتصادكو قادر على الاستمرار بقوة. اقتصادكو صاعد، فما تقلقش خالص خالص، خليك واثق. بنك عنده 135، أو بالأصح متواجد 135 دولة جايلك. شركات كبيرة فتحت عندك، مصانع لسه ما طلعتش انتاجها، انتاجها اصبح محجوز. العائدات والايرادات بتاعت اقتصادك في حاله تزايد وصعود، ما شاء الله، والله اكبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى بس يكون الكلام ما دخلش ودنا، يكون دخل وعشش في مخنا. وهقول لك الجمله الشهيره: لا تتوقف عن التفكير او البحث، راجع ورايا. لو انا قلت كلمه واحده فسكونيا يبقى لك الكلام، بس لو طلعت انا صح استاهل عزومة على أكلة كويسة. اللي يحب يبعت الأكل احنا أهلا وسهلا بيكم يا جماعة، بعتوه لنا على مسبيرو كورنيش النيل، استوديو بتاعنا التاسع. نبدأ بقى الكلام الجد. اللي فات طبعا كان جد جدا، بس نتكلم بقى يعني بجدية أكتر. النهاردة وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية. ده معنى إيه؟ انت عمال مستمر في بناء منظومة صناعية مصرية، معناه ايه؟ طيب نكمل. والعمل على الاستفادة منها في ايه؟ في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعة المتوسطة والصغيرة، توفير المزيد من فرص العمل، ناس تشتغل وتاخد مرتباتها وتشتري وتتجوز وتدخل عيالها المدارس وتشتري البيوت وهكذا. وفوق كل ده وهو الأهم، تعزيز عملية تعميق الانتاج المحلي بدماغ وعرق وإيدينا المصريين، من خلال بقى إتاحة برامج تمويلية ميسرة. الدولة بتساعد الناس، بتزق الناس على الإنتاج علشان نوفر الآلات والمعدات اللازمة للمستثمر، ونراعي، وده كلام الرئيس، ومراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة. طبعا في حاجة اسمها الفرص الاستثمارية المتوفرة، احتياجات المناطق المقامة بها المجمعات الصناعية اللي بنتكلم عليها. ده حصل امتى؟ ده حصل في الاجتماع اللي عمله فخامة الرئيس النهاردة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ايضا وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع. وجه الرئيس في هذا الاجتماع بتوفير كل سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية، تعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصة أنه لازم يتعمل تذليل لكل المعوقات اللوجستية ودعم عمليات الشحن ونقل بتاع هذه الصادرات، كمان إنشاء مراكز تجارية دائمة، مخازن للبضائع، وخصوصا في قارتنا الإفريقية الأم. الكلام ده إيه الحلاوة دي؟ طيب لما بيبقى في فرص عمل يبقى في ايه؟ حياه. يقول لك ايه؟ هو انت لسه ما دخلتش دنيا؟ يقول له بس لما اشتغل، فلما ابقى اشتغل ادخل دنيا. ادخل دنيا يعني هعمل ايه؟ عايز اتجوز، ما انا عشان اتجوز اشتري بيت. طب ولو انت متجوز وعندك عيال والعيال كبرت، لازم اشتري بيت اكبر ان استطعت. يبقى يفتح باب الحجز لوحدات سكنيه جاهزه للتسليم الفوري من دلوقتي لمتوسطي الدخل، وده من ضمن المبادرات بتاعت البنك المركزي للتمويل العقاري. في الفايده 3% وفي فايده 8%. احنا معانا على التليفون السيده مي عبد الحميد، المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للاسكان. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ ازاي الصحه؟ كله تمام؟
الحمد لله بخير، ازاي صحة حضرتك؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك والله، ربنا يخليك يا رب، ميرسي جدا، الف شكر يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. الحمد لله. الوحدات دي يا فندم استلام فوري؟ يعني لو انا عاوز اروح اتفرج على الوحدات وبعدين اقدر اول ما ابدا اشتغل على منظومه الدفع بتاعتي ابدا استلم على طول؟ اكيد طبعا يا فندم، احنا هننزل الكراسه فيها مواقع الوحدات، كل عميل اللي يقدر يعني هو عنده اهتمام بمدينه معينه عايز يبص عليها يقدر يروح يتفرج على الموقع ويتفرج على السوق المختلفه وهيلاقي حد يتفرجه ويختار بناء على ذلك. وزي ما حضرتك بتقول الناس هتقدر تروح اول ما تخلص اجراءاتها التمويليه تستلم شقتها وتسكن. عظيم جدا. طيب الكراسه بتاعت الشروط واللي نازل فيها المواقع الى اخره تبدا باذن الله تطرح من امتى يا فندم؟ من يوم 15. احنا بس بنحب نعمل البيان الصحفي مسبقا شويه عشان ايه الناس برضو ما تتفاجئش ان ده انا لازم في خلال اسبوع او اثنين اوفر المقدم الحجز، فعشان كده احنا يعني بنعلن قبلها باسبوعين. يمكن هننزل اعلان في الجرايد يوم السبت باذن الله، والكراسات هتكون موجوده على الموقع ان شاء الله يوم 15، وقبلها برضو هنعمل بيان صحفي فيه تفاصيل اكتر من الكراسه، يعني بحيث برضو ايه الناس تبقى عارفه يعني الملامح العامه على الاقل يعني. طيب ده رائع جدا. هي المساحات المطروحه يعني من كام لكام تقريبا؟ احنا بنتكلم من 100 متر لحد 151 متر اكبر حاجه. كويس خالص. والاسعار يا فندم؟ في طبعا حاجات يعني اقدر اقول لحضرتك في حاجات من اول 451 الف جنيه، واغلى حاجه بمليون و900 الف جنيه. ودي متشطبه على السكن فورا على طول، تسليم مفتاح على راي الجمله بتاعه زمان. تسليم مفتاح بالظبط كده يا فندم، بالظبط. طيب شكل المقدمات يعني لو الناس عايزه تبدا تحضر نفسها من دلوقتي تستعد ولو نفسيا؟ ما هو احنا بنقول ايه، المبادرات نازله بشروط معينه في المقدمات. احنا تسهيلا بناخد جديه حجز كده الاول رقم يعني ما يمثلش نسبه يعني يمثل اقل من 10% شويه من ثمن الوحده. يعني احنا بنقول في وحدات بمليون و900 الف واحنا واخدين مقدم 80 الف جنيه. الوحده المليون و900 الف دي المفروض انه يدفع فيها مقدم على الاقل 20 او 25%. الناس تبقى جاهزه لهذا الرقم، كل واحد برضه يبقى عارف ايه عشان ما يعني ما يقدمش على حاجه وتبقى مش في حدود قدراته انه يستكمل المقدم. لذلك برضه احنا هنحط على الموقع الالكتروني بتاعنا كالكوليتر، وكل واحد يحسب دخله ويقدر يجيب له تمويل قد ايه. وطبعا الكراسه هيبقى منصوص على كل نوع شقه يلزمه مقدم قد ايه، وفي جداول هتكون نازله في الكراسات فيها المقدم هيستكمله الكام لما يروح البنك، والاقساط ممكن تبقى قد ايه حسب بقى مده التمويل. عظيم. يعني على 10 سنين، ال 10 سنين غير ال 20 غير ال 30 طبعا. يعني احنا عندنا مده التقسيط مثلا 10 20 30 ممكن، وممكن لحد 5، بس طبعا كل ما مده التقسيط بتقل كل ما بيبقى مطلوب مقدم اكبر لان القرض هيبقى صغير يعني. صح. طيب وكده اللي انا فاهمه المقدمات من 10 ل 20%. يعني في حاجات ممكن 25 كمان. وفي حاجات ممكن تبقى 25، دي الحاجات بقى اللي هي يعني يختلف نسبة المقدم على أساس إيه؟ تميز المكان؟ لا هو على أساس إن يعني البنك المركزي مدي فايدة مدعومة، فكل الدخل ما بيزيد وحضرتك بتقدم على شقة أغلى فتبقى يعني محتاج دعم أقل شوية، فيعني ما بنديكش بقى قرض كبير قوي لان كل ما قيمه القرض بتزيد كل ما دعم الفايده اللي البنك المركزي مقدمه بتزيد يعني. فلذلك يعني كل ما حضرتك بتقدم على شقه اغلى كل ما قيمه الدعم بتقل شويه، عشان كده في ناس واخده 3% وناس واخده 8%، في ناس هنطلب منهم مقدم 15 وناس هنطلب منهم 20 وناس هنطلب منهم 25. طيب علشان هستخدم المصطلح بتاع قتلا لشك بيقين، اول ما احنا هنقول كده هنلاقي على طول العيال بتاعت الاخوان واللي شبههم هيجي يقول لك يا جماعه ده هيبيعوا لكم شقق في الصحراء، ده مش لاقي ملهاش طرق، ده مفيش خدمات، ده مفيش مش عارف ايه. احنا يا فندم انا يعني الاعلان ده متاخر بقاله يمكن اكتر من شهرين ثلاثه الناس بتتابعني، بس انا كنت حريصه ان احنا ما ننزلش اي موقع الا اذا كان موقع جاهز بالفعل. عندي وحدات هتجهز على شهر 6 انا ما رضيتش انزلها منعا عن الاقاويل اللي حضرتك بتقولها دي. حلو جدا. ان شاء الله هننزلها في اعلان لاحق، لكن الاماكن اللي احنا نزلناها دي جاهزه بالكامل يا فندم. عظيم جدا. انا بشكرك جدا 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 على هذا الاعلان الرائع بصراحه بجد يعني. يعني ان شاء الله الخبر ده بالنسبه لي حاجه كده زي ما يسموها ميوزك تو ماي ايرز. في النهايه انا شايف قدامي صور واقعيه، مكان اخر جمال، منتهى الشياكه، مزروع مجهز، حدائق، شكل العمارات زيها زي ادخن كومباوند موجود، حاجه حلوه جدا يعني.
طيب انا عايز اشكرك جدا استاذ مي عبد الحميد المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للاسكان، شكرا جدا اولا على المكالمه، هرجعك تاني. بصوا يا جماعه خلاصه الكلام، ان شاء الله الشروط والكراسات هتبدا تطرح من يوم 15، فيها بقى كل حاجه، لان هنا الشروط بتتفاوت وبتختلف على اساس ايه؟ على اساس القيمه السعريه وبالتالي القيمه بتاعه القرض اللي انت هتقدر تاخده، ومن هنا هتقدر تعرف يا ترى هو انت من بتوع مثلا المبادره 3% ولا انت هتبقى في المبادره بتاعه 8%، ده على حسب القيمه بتاعه الوحده، انا عايز اقسط على 5 ولا على 10 ولا 15 ولا 20 ولا 25 ولا 30. حلو؟ فهنا هتعرف انت هتحط مقدم قد ايه. اتفقنا على انه المقدم قد يبدا من 10%، خد بالك انا قلت ايه، قد يبدا من 10% وصولا الى احتمال 25%، بيعتمد على الايه، بيعتمد على القيمه بتاعه القرض اللي انت هتاخده والمده بتاعه التقسيط. على كل حاجه هتطرح باذن الله من يوم 15 فبراير. الوحدات في الصحراء واضح انه لا، الوحدات ما فيهاش خدمات الصوره بتقول لا، مش الصورة، الفيديو بيقول لا. وبعدين هو انت في حد هيضربك على ايدك؟ حضرتك هتروح وتعاين وتشوف، عجبتك اشتريت، ما عجبتكش حريتك. اهي واحد ماشي بالموتوسيكل اهو، مكان ظريف، انا مش بهزر، واحد ماشي بالموتوسيكل يعني المكان مأهول، يعني في ناس رايحه وفي ناس جايه وهكذا، الشوارع متسفلته، الزرع محطوط، الشجر، كل حاجه، اللاندسكيب معمول زي ما بيتقال، الوحدات حضرتك هتستلمها تسليم مفتاح، يجي حد يجي يقول لك غاليه، طب اشتري مني بس، اشتري مني بس. هو ما فيش حاجه النهارده هتروح تشتريها تسليم مفتاح وجاهزه دلوقتي للاستلام وهتاخدها بالتقسيط على 30 سنه. ما فيش. اظن كلنا فاهمين، هو احنا كلنا عمر ما حد فينا راح، مش هقول لك اشترى، راح سال على شقه؟ ما كلنا اكيد سالنا في مراحل مختلفه، او حتى هذه اللحظه الكبير اللي خلف وعياله اتخرجوا من الجامعه بيسال لهم على شقه، واللي لسه بيتجوز بيدور على شقه، واللي متجوز وعياله كبروا شويه بيدور على الشقه الاكبر الى اخره. فطبعا احنا عارفين ان مفيش حد النهارده هيروح يلاقي شقه تسليم مفتاح ومتشطبه وبالتقسيط على 30 سنه، طبعا لا، ده أصبح موجود واقع. قال لك بس الاقتصاد بعافية، والنبي يلا ربنا يسامحه. ماتش مصر والكاميرون عامل لنا كله في دماغنا، ماتش مصر والكاميرون ده والله العظيم احنا نحب انه الرياضة تفضل رياضة، الرياضة يعني قاعدين مع بعض بنلعب رياضة، بنلعب الماتش، مين كسب مين خسر مش دي القصة، هي ما هياش حرب خالص، وهي ما هياش معنده، وهي ما هياش تلكيكه، ده الرياضه معموله علشان نقدر نتآلف ونتآخى مع بعض. فيجي اختيار بكاري جسامة حكم لمباراه مصر والكاميرون، وجسامة يعني راجل ملوش فينا قوي، التجربه بتقول ملوش فينا خالص خالص، فيثار كل الجدل، مش هقول لك بعض الجدل، كل الجدل على اختيار هذا الحكم. امبارح كنا بنقول، واول امبارح واول اول، التحكيم مش قد كده، التحكيم مش احسن حاجه، انا ما رضيتش اقول انه ايه التحكيم جاي علينا بزياده بزياده، بس بجسامة يعني مش عارف اقول ايه. خلونا نسال ونرحب اولا بالاستاذ احمد عبد الباسط ناقدنا الرياضي المعروف، اهلا بيك اولا. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، برحب بحضرتك وسعيد دايما ان انا اكون معاك على انا اسعد دايما، ربنا يخليك. الله يخليك. ايه بقى جسامة عايز ايه جسامة؟ والله هو انا عاجبني جدا الجمله بتاعت ان مباراه الكاميرون دي عامله قله في دماغنا، فده حقيقي، يعني احنا كل الناس ما بتتكلمش غير عن هذه المباراه، ولكن تعيين جسامة كان تبعيه للكلام اللي فات خلال الايام الماضيه كلها، انه احنا بنلعب التحكيم وبنلعب الاصابات وبنلعب على ملاعب سيئه، كل الامور مش الطف حاجه، ولكن انه تعيين جسامة لانه في وقائع كتير، مباريات بيتم تغاضي جسامة فيها عن حاجات مهمه او بيحتسب حاجات خارج المنطق، يعني جسامة عنده شخصيه واسم معروف داخل القاره، ولكن قراراته دايما ساعات ممكن يبقى فيها مشكله، عشان كده اتحاد الكره بعت النهارده خطاب رسمي للاتحاد الافريقي
قال له انا بعترض على تعيين جسامه للمباراه، وانا بقول لحضرتك مش هيتغير، يعني هو مش هيتغير. يعني الاتحاد اعترض بوضوح ولا مثلا ادى الاستياء او ادى التعجب؟ رسمي. مخاطبه رسميه، مخاطبه رسميه، انا بكلم حضرتك بمعلومات. حلو. مخاطبه رسميه من الاتحاد المصري احتجاجا على تعيين بكاري جسامه حكما لمباراه مصر والكاميرون. وانا عارف انه الكاف خلاص مش هيغير يعني، ولكن في النهايه هي وسيله ضغط من الاتحاد المصري على جسامه، لانه احنا بنشكك فيك قبل ما نبدا، عشان لما يحصل حاجه يا جماعه احنا قلنا، احنا بنقول، بنتكلم، اعلام، مخاطبات رسميه، مسؤولين. فده كله كمان جاي في وقت انه زي ما حضرتك ذكرت البطوله مش افضل حال تحكيميا، احنا بنشوف فيها كوارث. فبالتالي انت هتلاعب المنتخب صاحب الارض، هتلاعب الجمهور، هتلاعب ايتو بتصريحاته الغريبه اللي عمال ماشي يوزعها في كل حته. فكان مهم من اتحاد الكره ومسؤوليه ان هم يعملوا الخطوه دي. بنتمنى ان لاعبتنا طبعا يا استاذ يوسف يقدموا اللي قدموه قدام كوتيفوار وقدام المغرب بالشخصيه بتاعتنا ان شاء الله. وانا واثق ان احنا رايحين هم خسرانين نفسيا زي المغرب، يعني مين كان يقول المغرب هتنزل تبقى قدامنا بالطريقه دي؟ ولكن عشان احنا كنا رايحين بعد مباراه كوتيفوار نفسيا كسبانين، المغرب يعني كان مرعوب، وده اللي ظهر بالرغم انه تقدم، يعني جاب جون واتصاب عندنا احمد حجازي احد اهم المدافعين والخطه اتدربكت، ولكن احنا قدرنا بشخصيتنا نعمل ده. انا ان شاء الله متفائل بمباراه الكاميرون ان احنا نكمل، اللعيبه كلها ثقه ان هي تفوز بالمباراه، ولكن نتمنى انه الحكم ما يجيش علينا في هذه المباراه. حلو جدا. طيب غير مساله الحكم، يعني انا اصحى الصبح الاقي كم صفحات لك وصلاح طلع عنده كورونا ده مثلا، واصل ابو جبل مش عارف عنده ايه، واصل حجه، واصل هو ايه الحكايه؟ ما هي الكرة القدم اصبحت لا تلعب داخل المستطيل الاخضر يا استاذ يوسف، ما بقتش تتلعب في المستطيل الاخضر. صار الخبر انه صلاح عنده كورونا، ابو جبل مش هيلعب، قول ان ما اعرفش في ايه داخل معسكر منتخب مصر. خلاص احنا المنتخب العربي الوحيد اللي مكمل في هذه البطوله، والطبيعي انك بتلعب البلد صاحبه الارض، فلازم يطلعوا كلام كتير، خصوصا انه احنا المنتخب بتاعنا بقى مرعب. خلاص رجعنا نايم القاره تاني من المغرب، فهم عاملين لنا حساب جدا، عاملين حساب لوجود صلاح وباقي الكتيبه المقاتلين اللي معاه. لما صامويل ايتو طلع قال لك انه مباراه الخميس مباراه حرب، عجبني جدا النهارده كيروش وهو بيقول في تصريح مهم، يعني قال الحرب ما يلعب داخل المستطيل الاخضر دي مباراه كره قدم، الحرب الحقيقيه هي انك تحمي ارواح الناس اللي قدام بوابات الملاعب، اللي حصل في مباراه جزر القمر والناس ماتت والكلام ده، ده كان المهم بالنسبه لك كايتو، لانك حاربت على هذه البطوله ان هي تقام في الكاميرون الغير مؤهله تماما او غير المؤهله تماما لاستضافه هذه المباراه. كيروش برضو طلع يعني مش سهل. لا لا طلع خلاص عقر بقى يعني. شرب ميه النيل لازم يطلع. طبعا امال ايه. طبعا طبعا رد قاسم كده. رد قاسي جدا. الكابتن احمد حسن بتكلم معاه قال والرد على ايتو ليه؟ تاريخه مش زي تاريخنا عشان نرد عليه، بالرغم ان هم اصدقاء، ولكن ان انت وصلت حتى لو كنت هتلعب المغرب مش مصر، والله احنا بنتحفظ على التصريح عموما لان هذه كره قدم مش الجو اللي انتم عايشيننا فيه. وانه وهناك برضو يعني حضرتك شفت يا استاذ يوسف محمد صلاح واللعيبه بتعمل استشفى في الجراد اللي بتباع فيها صابون سايل، عشان بس نبقى ايه بنتكلم بمنطق، يعني غير مؤهله حتى احسن لاعب في العالم بتعمل له استشفى بالطريقه دي حتى هو وكل المنتخبات. لا لا الموضوع بيتخطى ان هي بطوله كره قدم، بنقابل صعوبات كتير، بنقابل اجهاد، بنقابل اصابات، بنقابل تحكيم مش في افضل حال، بنقابل ملاعب سيئه، ولكن ان شاء الله هذه البطوله هتكون من نصيبنا، وانا متفائل جدا بده. والله برضو خلي بالك براميل صابون سايل احسن من براميل جبنه براميلي قديمه. المهم هي براميل في الاخر. على كل شوف احنا كعادتنا كلنا كمصريين بناخد الحاجات دي ونضحك. في النهايه من يضحك اخيرا. انا في رايي كسبنا الماتش باذن ربنا سبحانه وتعالى، فده حقنا تالت ومتالت. لا قدر الله حصل في الامور امور، انا عارف ان احنا اللعيبه بتوعنا عملوا اللي عليهم تالت ومتالت، وان احنا ما كسبناش ظلم. ده من البدايه. الله ينور عليك، الله ينور عليك، ودي رساله مهمه جدا من حضرتك، ولازم كل الناس الاعلاميين يوصلوا نفس الرساله للعيبه، لازم نرفع من عليهم كل الضغط اللي الموجود عندهم. هم يا ريت يسمعونا ويسمعوا احمد عبد الباسط ويسمعوا بقيه النقاد الرياضيين ويسمعوا بقيه الناس اللي بتشتغل في الاعلام والصحافه المصريه، احنا معاكم قلبا وقالبا.
رجعتوا بماتش الكاميرون، رجعتوا بالبطولة، احنا طايرين بيكم في السماء. ما حصلتش برضو طايرين في السماء. الله ينور على حضرتك. هو احنا كسبنا مكاسب كتير جدا في هذه البطوله، وان شاء الله هنجيب الكاس، بس احنا كسبنا عبد المنعم، وكسبنا عمر كمال، وكسبنا فتوح، وكسبنا التفاف الجمهور تاني حوالين منتخبنا، وكسبنا صلاح العظيم اللي العالم كله بيتغنى، كسبنا مكاسب طبعا رهيبه جدا. فالحمد لله احنا عشمانين وانتوا طمعتونا، بس برضو بنقول لكم ارفعوا اي ضغوط، انتوا عملتوا اللي عليكم وزياده، وان شاء الله مستنيين الكاس باذن الله. باذن الله اداه وقدود. انا بشكرك جدا 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 زميلنا العزيز احمد عبد الباسط الناقد الرياضي المعروف. استاذنكم هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الكلام. بطولة الايرمان عبارة عن كيلو 900 متر سباحة و90 كيلو عجل و21 كيلو جري. الناس طبعا بتتخض من الارقام ديت، بس صدقيني اي حد يقدر يعملها. هو طول ما يقدر يواظب، اللي هو يتمرن ساعة او ساعتين في اليوم، العوم عجل جري وممكن شوية فتنس، يقدر يحقق الهدف دوت ويبقى ياخد اللقب الايرمان في اخر المشوار. احنا الحمد لله كنا عاجبين حوالي 2000 متسابق السنة اللي فاتت. السنة دي من تارجت اللي احنا ندخل 3000 متسابق برضو من جميع انحاء العالم. احنا بنحاول ننشط السياحة الرياضية في مصر، اللي هي الناس تيجي تستمتع بجمال مصر والمصر تقدر تقدمه في البلد. السباق ايرمان ده كان النسخة الاولى في مصر، ده كان بالنسبة لنا حلم كبير اللي هو يتعمل في مصر. كنا احنا كأسليت رياضيين بتلعب اللعبة دي، لما كنا بنسابق بنطلع برا مصر عشان نسابق. الايرون مان ده تعد أصعب رياضة تحمل في العالم، لأنها بتجمع بين ثلاث رياضات: رياضة السباحة أولاً 2 كيلو، رياضة العجل 90 كيلو، رياضة الجري 21 كيلو. فهي دي المعادلة الصعبة اللي انت تقدر تبقى بروفيشنال في الثلاث ألعاب. تمام، ده طبعا مش سهل، ده محتاج برنامج تدريبي، إعداد، برنامج غذائي، لايف ستايل معين، طريق حياتك كلها بتتغير. انت بتتمرن أكتر من مرتين لثلاثة في اليوم، مرة قبل الشغل، مرة بعد الشغل. تمام، بتبقى حاسس بقيمة الوقت قوي، بتغير حياة الإنسان تماما. البطولة اللي فاتت احنا كان عندنا 1500 متسابق من 71 دولة، واحنا تعمدنا ناخد الفيدباك من كل الدول المشاركة، بالذات الدول العربية والدول الأوروبية، ان هم احنا بنروح نسابق عندهم هم يجي يسابقوا عندنا. احنا كان هدفنا ان احنا ما ننظمش بطولة اقل من ما تنظمه الامارات والبحرين، واحنا نجحنا بشهادة الناس اللي جاية من الامارات ان احنا ننظم بطولة تنظيمها اعلى بكثير من اي بطولة الناس عملتها في اوروبا وفي امريكا وفي الدول العربية. حتى الناس طلبت ان بطولة العالم تتعمل عندنا في سهل حشيش. منتهى الاحترافية ان احنا نعلن يمكن قبل الحدث بأولموس سنة، ان احنا بنعلن على هذا الحدث، ده بيدي قيمته وقد ايه الحدث يعني مهم وكبير. مصر استضافت احداث كتيرة مماثلة زي اوشن مان، زي تاف مادر، وده كله تعاون قطاع خاص، شركات في قطاع استثمار الرياضي اللي بتدعمها وزارة الشباب والرياضة منتهى القوة، كمان في منظومة في مجلس الوزراء، يعني ما بين وزارة الشباب والرياضة، وزارة السياحة، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، وطبعا كل الجهد اللي موجود لهذا الحدث وتأمينه من الداخلية، وأيضا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أو المنظومة الطبية الصحية. دي كلها حاجات بتدي طبعا تنسيق ده كله مع وزارة الشباب والرياضة مع الإعلام المصري. الإمامة والخطابة، وهي أمور لو تعلمون عظيمة، فما بالك لو إنه الخطابة من على المنبر في المسجد، الإمام والخطيب والمدرس. الإمام والخطيب والمدرس دي ناس بتشكل وعيك وبتبني وجدانك وبتساهم في بناء ذهنك
ومنطلقاتك الفكرية إلى آخره، وبالتالي الاختيار لازم يكون بمنتهى العناية، بمنتهى العناية، حتى لا نقع فيما وقعنا فيه سابقا من أفخاخ، والأفخاخ كانت بالمئات أو بالآلاف والله أعلم. الأوقاف بتعلن عن 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس و1000 عامل مسجد. خلونا ناخد على التليفون دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. أهلا 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 بك دكتور، وكل سنة وانت طيب بمناسبة غرة رجب. أستاذ يوسف أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وسيادتك بخير، وكل عام وكل السادة المشاهدين بخير، وكل عام ومصرنا الحبيبة العزيزة بخير وصحة ودايما في تقدم وازدهار إن شاء الله. اللهم أمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. 1000 وظيفة لإمام وخطيب ومسجد. هنا يجي سؤال يا دكتور، عشان أنا كنت بقول إنه دي أمور لازم يتم اختيارها بمنتهى العناية. إيه هي المعايير اللي بناء عليها بنختار؟ لأنه أكيد هيتقدم آلاف مؤلفة. نعم أستاذ يوسف، خليني أشكر حضرتك بداية على السماح لوزارة الأوقاف بالتعليق على هذا الأمر. ده احنا نتنور. خليني أقول لحضرتك في البداية 1000 وظيفة لإمام وخطيب ومدرس، وأنا بأثني على مقدمة حضرتك، وعلشان لا نقع في الأفخاخ اللي وقعنا فيها قبل كده واللي دفع ثمنها كثير من الناس بسبب المغالطات الكثيرة في كثير من الأمور. خليني أقول لحضرتك إن في شروط تم وضعها بالتعاون ما بين وزارة الأوقاف المصرية من خلال لجنة قام بترشيحها السيد الوزير والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عشان يتم وضع الشروط والضوابط التي من شأنها يسمح للمتقدم يعني التقديم على الإعلان. اولا احنا وضعنا عدد من الشروط، اولها ان يكون المتقدم خريج احدى كليات جامعه الازهر، كليه الدعوه الاسلاميه، كليه اصول الدين، كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه، كليه الشريعه الاسلاميه، كليه اللغه العربيه، كليه القران الكريم، كليه اللغات والترجمه قسم الدراسات الاسلاميه، كليه الاعلام جامعه الازهر، كليه التربيه شعبه الدراسات الاسلاميه، شعبه اللغه العربيه، شعبه اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه. وكان عندنا شرط مهم في البدايه، ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن جيد. ودي أول البوادر اللي هبدأ أقول عليها، إن أنا هبدأ يعني مرحلة الانتقاء، إن أنا هاخد عنصر يعني حصل على الأقل على تقدير عام جيد في مدار الأربع سنوات اللي قضاهم في الدراسة الجامعية. كمان هيكون في يا أستاذ يوسف اختبارات أو امتحانات هيتم وضعها، في اختبار هيتم وضعه من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والاداره اللي هيقيس الانضباط النفسي وهيقيس عمليه السلوك، ولكن في معايا اختبار بطبع وزاره الاوقاف المصريه علشان في الشريعه الاسلاميه وفي الفقه وفي القران الكريم، علشان نبدا نقول ان الشخص اللي معانا في البدايه ده مؤهل تاهيل اولي علشان يدخل، لو نجح في الاختبار التحريري يدخل بقى المقابلة في لجنة مخصصة من قبل وزارة الأوقاف المصرية من كبار أساتذة الجامعات في جامعة الأزهر. اللجنة دي هتكون من شأنها إن هي تفرز وتفرز السادة المتقدمين علشان نبدأ نخرج عناصر قادرة على الصعود على المنبر ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون قادرة على حمل لواء الدعوة في التوقيت اللي احنا فيه. خليني اقول لحضرتك ان احنا برضو عندنا الامام بعد ما يعدي بكل المراحل دي هيبقى عندنا اول سنة هنتعاقد مع الامام علشان نقيس مدى كفاءته ومهارته في القيام بكل مهامه الدعويه. وخليني اقول لحضرتك كمان ان هو مع اول سنه هيتم تقييمه ووضع ضوابط لتقييمه، لو كان مؤهل احنا والوزاره شافت ان هو مؤهل ان هو يكمل هنعمل له عقد لمده سنه اخرى. كويس. السنه دي كمان هنبدا نقيس فيها تاني اداؤه وقيامه على اكمل وجه بدوره وواجبه الوظيفي كامام وخطيب وزاره الاوقاف المصريه، ومدى انضباطه مع الوزاره ومدى
انضباطه في الأداء للدروس والخطب والتزامه الكامل بتعليمات وزارة الأوقاف المصرية. بعد السنتين دول تقييم، هيتم إجراءات لتعيينه بعد السنتين. ده حضرتك بالنسبة للإمام. ماشي. بالنسبة للعمال احنا كمان عندنا 1000 وظيفة عامل مسجد. في الحقيقة تم وضع برضو عدد من الشروط إلى جانب طبعا الشروط الأساسية يا أستاذ يوسف، اللي هي أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو أي عقوبة في أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. الضوابط طبعا اللي بيضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي. بداية في العمال احنا اشترطنا ان السن ما يقلش عن 35 سنة، ان يكون المتقدم من الذكور، ان هو يكون حاصل على مؤهل اعدادية عامة او اعدادية ازهرية مع اجتيازه طبعا للمقابلة الشخصية او الاختبار اللي هتقرره وزارة الاوقاف المصرية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة. طبعا يجتاز الكشف الطبي اللازم وتحليل المخدرات، ويستوفي المستندات المطلوبه للوظيفه دي بتاعته. وده حضرتك معلن على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، وكمان احنا اعلنا عندنا على الصفحه الرسميه لوزاره الاوقاف المصريه والصفحه الرسميه للاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. وان شاء الله هيكون بدايه التقديم 15/2، وهيستمر التقديم حتى 2/3 على وظيفه امام وخطيب ومدرس، وكذلك ايضا وظيفه عامل مسجد بوزاره الاوقاف. طيب انا سمعت اقول لحد الاخر، هستاذن بقى في شويه اسئله واعذرني هطول عليك بقى شويه يا دكتور. اتفضل يا فندم. قال لك صوابعك مش زي بعضيها، صح؟ طبعا. طيب الاختبارات اللي حضرتك تفضلت وقلت لنا عليها هي اختبارات مثلا بخصوص الأئمة والخطباء، أنا هقدر أوصل منها إلى أنه هذا الإمام والخطيب هو راجل متمكن من إيه؟ متمكن من كل الحاجات اللي ذكرت في القرآن الكريم، في الحديث الشريف، في الشريعة والفقه وما إلى ذلك. أنا هنا بقى سؤالي في الاختبارات التحريرية، أنا عندي ما يطلق عليه في الإنجليزية tricky questions، من الآخر كده أنا عايز أوقعه مش عايز أنجحه. يعني إيه؟ يعني أنا مش عاوز أطلع أي حد يقف على المنبر، فأنا لازم أتأكد من إنه المخ سليم مش العلم مكتمل. أصل العلم مكتمل ده كتير، بس المخ سليم قليل، وده راجل هيأثر في ولاد وبنات صغيرين يسمعوا الخطبة، هيأثر في سيدات، هيأثر في رجال، هيأثر في الآلاف على مدار سنة بالكامل. فأنا عايز أتأكد أنه الذهن سليم والحالة النفسية سليمة. طبعا طبعا مع سيادتك، خليني أقول لحضرتك على حاجة. إحنا في وزارة الأوقاف، قبل هذا الإعلان عندنا عدد من الاختبارات، وعندنا تجربة سابقة خلال السنوات الماضية اللي تولى فيها السيد الوزير الوزارة. الاختبارات بتكون يعني موضوعة بمنتهى العناية وبمنتهى الدقة، اللي فيها نقدر نميز من خلال الإجابات اللي موجودة يا أستاذ يوسف هل الشخص اللي قدامنا ده سوي فكريا ولا لا. ده زائد ان في لجنة، اللجنة دي لجنة شفوية بيقعد قدامها المتقدم قدام أساتذة كبار من أساتذة جامعة الأزهر، والأساتذة دول بيتم انتقائهم بعناية شديدة، بيقدروا يعني يفرزوا الشخص اللي موجود قدامهم ده. أيوة. ولينا تجربه يا استاذ يوسف كمان في تجربه الإفاد. احنا بنوفد ائمه لمختلف دول العالم. الامام ده قبل ما اولا لما بيجي يتقدم للاعلام بيتقدم، وبعدين بيخضع لاختبار تحريري قوي جدا، وبيتم وضع وانتقاء الاسئله بمنتهى العنايه اللي من خلالها يقدر الأستاذ هو بيقرأ الإجابات بتاعة الإمام المتقدم يفرز الإمام ده فكريا هو عامل إزاي، لو ليه توجه، لو ليه انتماء، لو ليه أي توجه من أي نوع. الأسئلة بتكون قادرة أن هي تخرج لنا النماذج دي، إلى جانب المقابلة الشفوية والاختبارات الشفوية المقابلة مع اللجنة. اللجنة بتكون فيها مش أقل من 3 أساتذة متخصصين. الثلاث أساتذة بيفرزوا الإمام إمام بنقابلهم واحد واحد. بعد اللجنة كمان ما بتنتهي من مقابلتها، السيد الوزير بيكون كمان ليه مقابلة شخصية في النهاية بعد مقابلة اللجنة. يعني عايز أقول لحضرتك إن المتقدم بيمر بعدد من المراحل
بتكون يعني بتخلينا نقدر نقول بعد المقابلات وبعد الاختبارات وبعد الفحص اللي بيخضع عليه الامام ان احنا بنخرج عنصر عنده فكر مستنير واعي مدرك لتحديات العصر اللي احنا موجودين فيه. بعد كده يا استاذ يوسف كمان بيدخل حاجه اسمها الدوره التاهيليه للائمه الجدد لمده 6 شهور. لازم الامام اول ما يدخل الدوره دي بعد 6 شهور يكون يجتاز الدوره دي بنجاح مش اقل من جيد عشان يقدر بعد كده يستكمل مسيرته. حلو. زي ما قلت لحضرتك طيب. انا هنا هستاذن في المقاطعه برضو معلش. حضرتك طبعا اكيد عارف انه مثلا في كليه الشرطه في الكليات العسكريه في كشف الهيئه. نعم. كشف الهيئه ده الطالب المتقدم بيخش بالبلدي كده بيتفنط يعني مش لانه وصل كشف الهيئه ده معناه ان خلاص كده انت اتقبلت يا يوسف. بيتفنط. انا عايز اطمن انه الخطيب والامام اللي هيتم تعيينه من ضمن 1001 باذن الله سبحانه وتعالى جداد متفنط وعلى الفرازه، وعايز اطمن انه مش هيبقى من الناس بتاعه ماركت انه وفيها ايه لما الواحد يخلف 4 و5. الرسول قال اني مباهم بكم الامم يوم القيامه، تناسلوا تناكحوا، وتحصل تفسيرات مغلوطه ولخبطه وعك. مش عاوز الامام يطلع في وقت من الاوقات في خطبه جمعه ولا حاجه وفي جمله عابره نلاقيه بيقول لك هو كده في تعدد زوجات، ولو الزوجه مش عاجبها تخبط دماغها في الحيط. انا مش عاوز كل الحاجات دي، لانه في هذه الحال اللي بيحصل نلاقي مواقع التواصل الاجتماعي اتقلبت راسا على عقب وبقت حدوته وهليله. انا مش عاوز هليله، انا عاوز واحد فاهم يعني ايه هو واقف على المنبر في دوله ما بين قوسين ثقيلين مدنيه حديثه. تمام. انا خليني اؤيد واثمن كلام حضرتك اللي حضرتك بتقوله ده، واطمئن حضرتك اطمئنان شديد ان وزاره الاوقاف المصريه بتتخذ العديد والعديد من الاجراءات اللي من شانها ان هي تخرج من بعد اختباراتها الكامله وبعد الاجراءات الكامله امام وخطيب في الفتره اللي احنا فيها دي قادر على استيعاب تحديات العصر. خليني اقول لحضرتك كمان ان احنا في وزاره الاوقاف المصريه مؤخرا في اصدرنا العديد من الاصدارات الهامه جدا في النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها، على غرار مثلا احنا خرجنا في الفتره الاخيره كتاب الامن المجتمعي اللي بيتناول التكافل الاجتماعي ودوره، خرجنا كتاب بيتحدث عن تنظيم النسل وطرحنا فيه كل الرؤى وكل الاراء اللي من شانها ان هي ترد على كل المزاعم اللي حضرتك قلتها. انا عايزه امام مقتنع يا دكتور، المؤلفات على عيني وعلى راسي والاصدارات على عيني وعلى راسي. انا عايز الامام ده مقتنع. وهضيف حاجه معلش انا اسف برضو، انا عايزه كمان خطيب مفوه. ساعات نعم. بيبقى في ناس عندها العلم بس نعم. ربنا ما كتب لهمش ان هم يبقوا مفوهين. انا مش عايز اقول ممل، بس مش عايز اسمع الخطبه دي، هاخد بعضي واروح في جامع تاني. مؤخرا يا فندم يستحيل نعلن على صفحتنا وعلى صفحه الوزاره او على صفحه السيد الوزير اسم امام غير مفوه وغير يعني وغير مؤهل. يستحيل ده يحصل. في الفتره الاخيره منذ تولي السيد الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف زمام الامور، ويستحيل ان يكتب اسم امام على اي صفحه من صفحاتنا الا ان يكون هذا الامام حافظا لكتاب الله عز وجل، ملما بقواعد الفقه وعنده المام بتحديات العصر الكامله، ويعرف ما معنى الكلمه التي تخرج من فمه. خليني اقول لحضرتك واطمن حضرتك جدا جدا من الناحيه دي. العلم موجود يا دكتور، انا عايزه جذاب، عايزه يشدني. هقول لحضرتك المؤلفات اللي انا بقولها لحضرتك دي بتتم ترجمتها لدورات تدريبيه بيشرف على تنفيذها اكاديميه الاوقاف الدوليه. المؤلفات دي احنا بنخرجش مؤلفات ونسيبها مركونه، احنا بنخرج المؤلفات. مش فاهمني يا دكتور وبنقوم بتوزيعها. دكتور عبد الله على ما يبدو انا مش عارف برضه اوصل لك وجهه النظر. انا مش بتكلم دلوقتي على انه الاصدارات بنسيبها كده او بنحطها على الرف وعشان لا، انا بتكلم على امام جذاب. انا ابني حبيبي اسمه مالك، انا عايز مالك كده هو اللي يقول لي انا بحب الشيخ فلان وبحب اسمع خطبته. ابني ده عنده 14 سنة، فأنا عايز مالك هو اللي يقول لي أنا عايز أسمع خطبة الجمعة بتاعة الشيخ فلان في الجامع اللي جنب بيتنا. يبقى الواد مستوعب
حابب الإمام، الإمام عارف يوصل له، الإمام جذاب، الإمام لذيذ لطيف، وطبعا يحمل من العلم أكثره. نعم نعم صحيح. هضيف لحضرتك من ضمن العوامل اللي احنا بنساعد على ان الامام فعلا يخرج بعد ما يبدا دورته التاهيليه عندنا، ان هو احنا بندرسه علم نفس، بندرسه امن قومي، بندرسه قواعد الخطابه واصولها، بندرسه كيفيه التحدث، يعني في خلال الدوره التدريبيه التاهيليه اللي حضرتك بيخضع عليها الامام اول ما بيتم قبوله بيتم تدريسه كل العلوم دي اللي من شأنها ان احنا نساعده ان هو يكون قادر على جذب الانتباه اثناء الخطبه. حلو قوي. طيب بخصوص نعم. العمال بقى نعم انا برضو مش عارف، وده سؤال يعني ليس مطرح، السؤال بتاعي هل انا بعد ما اعمل الفلتره والتنقيه اللازمه نعم هعمل زي بحث عاله للعامل، بحث حاله للعامل، يعني انا عايز اعرف هو سمعته ايه في الحته بتاعته في الشارع، الناس حباه، الناس بتكلمني على اخلاقه، علاقته طبعاً بالجيران. طبعا يا فندم، طبعا في 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 جهه بتكون معنيه بان احنا بعد ما بننتهي خالص نهائيا من الـ 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 الاجراءات، بننتهي من القبول النهائي، بيكون في طبعا فحص ليه عشان نعرف هو يعني عليه اي تحفظات، عليه اي حاجه او اي شيء من هذا القبيل يعني. حلو جدا يا مسهل الحال، بالتوفيق باذن الله يا دكتور. كل سنه وحضرتك طيب وكل مصر طيبه دايما كما جرت العاده يا رب بالخير، واللهم بلغنا رمضان. كل الشكر ليك دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزاره الاوقاف. طيب خلونا ننتقل عشان الوقت بس ما يسرقناش لحاجه مهمه جدا. في سبعه رحمه الله عليهم توفوا من اسره واحده. والله طبعا احنا هنا بنتكلم على حادثه متعلقه بتسريب غاز السخان، ودي مشكله يا جماعه، احنا عندنا مشكله، احنا بقى مش عارف هل احنا احيانا نهمل او مش واخدين بالنا او انا اللي يهمني جدا ان احنا نبقى واخدين بالنا. خلونا ناخد استاذ اشرف نصرت وهو احد الناجين برفقه اسرته. اهلا بيك يا استاذ اشرف. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. يا اخي الحمد لله على سلامتك وربنا يديك الصحه وطول العمر. ربنا يبارك في سيادتك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. وسهلا حضرتك طيب. بالصحه والسلامه يا رب، وكلنا طيبين يا رب. خير ومصر كلها بخير وشعبها العظيم ورئيسها العظيم. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. احكي لي ايه اللي حصل معاك يا استاذ اشرف كده وربنا سبحانه وتعالى كتب لكم النجاه والحمد لله. والله حضرتك يا استاذ يوسف انا قعدت زوجتي حوالي 5 ايام متواصله يوميا يحصل لها شبه اغماء. واحنا مش عارفين السبب، يعني رحت اكشفت لها عند الناس، قالت لي ده اذن وسطى، الناس قالت لي ده ممكن يكون الضغط بيوتر، يعني كشفت لها عند كذا دكتور وما فيش اي سبب ولا اي حاجه خالص. وعندنا صداع مستمر كده متواصل، يعني حاجات صعبه كده بتحصل للاسره كلها. فجيت في يوم انا في الشغل لقيت ابني الصغير في ثالثه ابتدائيات بيرن عليا، الحقنا يا بابا. خير. فانا جريت، يعني خدت العربيه وجريت بسرعه، يعني مش عارف انا مشيت ازاي. حوالي 3 4 دقايق كده من مكان العمل لحد البيت، لحد ما وصلت برن جرس الباب محدش بيرد، دخلت لقيت ابني نام على كرسي الانتريه وبنتي بتزعق جوه ومراتي في حاله اغماء تام. خالهم على طول ورايا، مفيش 3 دقايق اتصلت بالاسعاف. طبعا انا في حاله انهيار تام طبعا، ومش عارف اتملك نفسي، مش عارف اعمل ايه، بعيط من غير دموع وبناجي ربنا اسرتي ضاعت مني وانا واقف مش عارف اعمل ايه، ما انا مش عارف. فعلا كان في استجابه سريعه لاسعاف المنيا في اقل من 10 دقائق، كانت عربيه الاسعاف موجوده، ركبت زوجتي وخدت ابني وركبت معاهم، وخال ولادي خد بنتي في العربيه ونزلنا المستشفى التأمين الصحي في المنيا. فعلا برضه اهتمام غير عادي الحمد لله رب العالمين، يعني منظومه رائعه في مصر بتتم. فعملوا لهم اسعافات اوليه، قعدت حوالي 5 6 ساعات احنا مش عارفين السبب ايه، يعني حاجات كلنا بنخمن، ده ضغط وطي، ده مش عارف ايه، ده عايزين محلل. طيب والعيال الصغيره دي ايه اللي حصل؟ ممكن يكون خايفين على والدتهم، حاجه نفسيه، امور كده برضه صعبه يا استاذ يوسف. فعملوا اسعافات وروحت تاني يوم ما فيش اي مشاكل. تاني يوم جمعه رحت صليت ورجعت لقيتهم برضه نفس الحكايه، وانا صدحت كده صداع جامد.
فقلت لهم لا انا كده دي في حاجه غريبه، انا هجيب الاسعاف ثاني وتوديك ونرجع نروح المستشفى ثاني. فمرات قالت لا 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 طلعنا بره البيت، انا في حاجه غريبه كده طلعنا بره البيت. فاخذتهم بالعربيه ورحت عند بيت والد والدتي واحنا في السكه لقيتهم كده شويه شويه بيفوقوا يعني بيرجعوا طبيعتهم ثاني. نطلع بره البيت نبدا نفوق. تطلع بره البيت تلاقي طب ايه ده في حاجه غريبه يعني طبعا. دماغي بتودي وتجيب مش عارف اعمل ايه. فمراتي بتقول انا مش عارف انا غريبه انا يعني بمجرد ان انا بطلع من المطبخ يعني شوف الكلمه حضرتك أيوة. المفتاح ها. مجرد بطلع من المطبخ بعد ما اغسل المواعين والحاجات احس باللي بيحصل لي ده. وبنتي دخلت نعمل كيكه كده صغيره مع بعض حصل اللي حصل. ايه ده مطبخ واطباق وسخان في حاجه غريبه. فابتديت قلت لها طيب اقول لك على حاجه، انا هتصل بشركه الغاز ممكن يكون في طب بتشم ريحه غاز او حاجه؟ قالت لا ما بشمش حاجه بس بشم زي ريحه حاجه محروقه كده. فاتصلت بشركه الغاز فعلا ما فيش 10 دقائق احنا 10 دقائق وكل عندك. قاسوا الوصلات وكل حاجه ما فيش اي حاجه خالص عندي. فالفني بيقول لي على فكره انت عندك هنا في غاز او اكسيد كربون في البيت. قلت له ازاي يعني؟ قال لي الشقه مقفوله. طبعا انت عارف عند الصعيد هنا حضرتك جو برد قوي اليومين دول. طبعا طبعا ربنا يكون في العون. مقفلين بقى ومقفزين الدنيا صح. فالعمليه صعبه الشقه مقفوله. قلت له تصور ممكن يكون حاجه زي كده؟ افتح افتح بسرعه. فتحت الشقه كلها ورحت قلت لمراتي قلت لها على فكره ده الموضوع واحد اثنين ثلاثه والراجل قاس كده بحاجه فعلا انت عندك اول اكسيد كربون في البيت. ف نفسيا هدينا عشان فهمنا بقى الموضوع ايه يعني. احنا عندنا فعلا قاتل صامت في البيت عايش معانا واحنا مش دريانين، حاجه بتقتلنا واحنا مش حاسين بيها. طب التسريب ده كان ايه يعني؟ هل في مثلا حاجه في السخان مش مظبوطه؟ هو احنا عندنا السخان الغاز في المطبخ ليه هوايه بس طبعا هوايه صغيره والشقه مقفله والشقه صغيره. فطبعا مع قفله الشقه فعلى طول الغاز بيتراكم في البيت وهي دمها تشبع بالغاز ده. يعني دمها تشبع بالغاز مع التحاليل والحاجات بعد كده حصل عندها ان نسبه اول اكسيد الكربون بقت اكتر من نسبه الاكسجين. طبعا فمجرد ما بتشمه كده شمه سريعه بيحصل لها اللي بيحصل. ايوه ده ناقوس خطر يعني ده ناقوس خطر. الحمد لله على سلامتكو وخد بالك والنبي خد بالك دايما وكل الناس تاخد بالها. الحمد لله على سلامتك والحمد لله على سلامة الأسرة الكريمة. ربنا يا رب يكتب لكم دايما الخير والنجاة من كل الشرور. أنا بشكرك جدا جدا بس تاني خد بالك خد بالك وكلنا ناخد بالنا كلنا. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم والإدمان بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتور نبيل. دكتور نبيل يا دكتور دكتور نبيل غالبا الخط قطع. طيب بصوا يا جماعه مساله في منتهى البساطه. معانا دكتور نبيل. الو يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا بيك. اهلا يا دكتور. ايه الاحوال كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله والشكر لله. دكتور نبيل يعني اللي حصل من الاستاذ او اللي حصل مع الاستاذ اشرف تحديدا هو بيحكي لنا الحدوته بتاعته. انا عارف هي كانت يعني احنا طولنا على حضرتك شويه بس كنت عايز افهم قدر الامكان ايه اللي بيجرى. من الواضح انه زي ما اتقال له كده من الشركه بتاعت الغاز انت في كان عندك نسبه ارتفاع في معدل اول اكسيد الكربون جوه البيت وده اللي ادى للاختناقات اللي حصلت لاسرته. ليه بيحصل كده يعني؟ ايه اللي بيجرى وازاي ما بنشم الشريحه؟ ايه اللي بيجرى ولو عاوزين نتقي ذلك نعمل ايه يا دكتور؟ بص عايز اقول لك حاجه. هو قال جمله لم يقصدها لكن جمله في الجون. ها قال القاتل الصامت. صح. هو هضيف له عليها كلمه كمان المريح. مريح يعني القاتل الصامت المريح غير مزعج. ازاي هضيف له الجمله الكلمه دي فهتبقى جمله متكامله بالطريقه دي. قاتل صامت أول مريح. اول اكسيد الكربون من الحاجات اللي في منتهى الخطوره. ليه في منتهى الخطوره؟ لان ما بيزعجش الواحد ابدا ولا بيضايقه ولا بيعصبه ولا بيجيب له اي نوع من انواع الاعراض. بالعكس هو بيخليه كسلان وهمدان وعايز ينام وينام ما يصحاش. يا ساتر يا رب. اه ف
عشان كده. وبعدين حتى ده لا قدر الله لما بيموتوا تلاقوا وشهم احمر ازاي؟ لان الكرات الدم الحمراء هي المسؤوله عن نقل الاكسجين من الرئه الى اعضاء الجسم كلها، وخاصه المخ اكثر حاجه حساسه للاكسجين. لما بيزيد اول اكسيد الكربون بيربط نفسه مع كرات الدم الحمراء اسرع من الاكسجين بكثير، الاكسجين هياخدها فبالتالي يجي الاكسجين ما يلاقيش حد يشيله. فبدل ما هيروح لاعضاء الجسم الدم محمل بالاكسجين هيروح ما فيهوش اكسجين، فيبتدي اطول عضو يتاثر المخ، يبتدي المخ يحس بنوع من انواع الكسل نتيجه عدم وجود الاكسجين. ايوه الكسل ده بيترجم بعد كده باسترخاء ويروح مريح وينام وبعد كده يفقد الحياه، لان كمان القلب بيتاثر بعد كده. تمام. فده قاتل صامت مريح. مريح. وبعدين الـ العلاج بتاعه لازم يكون سريع. وبعدين المشكله اللي عنده الغريبه ان هي ما شمتش ريحه الغاز. يعني لازم هو اول اكسيد الكربون ملوش ريحه على فكره. لا لون ولا رائحه. لكن شركه الغاز بتحط له نوع من انواع الروائح عشان ما يبقاش غير عشان يبقى ملاحظ، عشان ناخد بالنا منه، عشان يبقى ملاحظ. نفس الحكايه بتحصل لمين في الشتاء؟ الناس اللي في جراج ويفتح العربيه يدور العربيه ويسخنها وهو قاعد جوه العربيه. الشكمان بيطلع اول اكسيد الكربون طبعا، يفضل يدور العربيه ويسيبها دايره على لغايه الدنيا ما تدفى شويه، ينام وهو قاعد في العربيه، ينام من اول اكسيد الكربون. ايوه. ويفقد حياته بهذه الطريقه. دي برضو حاجه معروفه جدا في الناس اللي عندها جراج مغلق خاص بالبيت ويشغل العربيه. أيوه. عشان يدفي العربيه قبل ما يركب العربيه. طب الاسعاف الاولي في الحاله اللي زي كده يبقى ايه يا دكتور نبيل؟ قبل كده عايز اقول لك حاجه تانية كمان. اتفضل. الدفايات، في ناس بتجيب فحم وتولعه وتقعد تدفي الاوضه. الفحم ده بيطلع اول اكسيد الكربون طبعا، زائد انه بياكل الاكسجين اللي موجود في الاوضه اكيد، عشان يبقى عندك سلاحين. السلاح الاولاني اللي بيعورك ان مفيش اصلا اكسجين تعرف تشمه لان الفحم ولع بيه طبعا. الحاجه الثانيه ان عمال بيطلع لك اول اكسيد الكربون بيقضي على الكرات الدم الحمراء اللي هتقدر تشيل الجزء اللي احتمال يكون فاضل. فدي حاجه في منتهى الخطوره. طيب في ناس تقول لك طيب نستعمل الدفايه الكهرباء، ده حاجه جميله، هي مش هتطلع اكسيد الكربون لكن هتاكل الاكسجين طبعا. فانت لما تفضل مشغلها 24 ساعه عشان تدفي الاوضه وبعدين تخش تلاقي الاوضه دافيه وتنام وهي شغاله، هيبقى مفيش اول اكسيد كربون لكن في اكسجين ناقص جدا طبعا. فبالتالي برضو غلط. فاذا الحل نمره واحد توعيه الناس بعدم عمل الحاجات اللي انا شرحتها ديت. في حاجه كمان على فكره بتحصل للناس اللي بتخش الحمام تستحمى ويحبوا يسيبوا الميه سخنه كده شغاله تقوم تملى المكان بخار كده ويدفي المكان ويكون السخان في الحمام. البخار ده عباره عن ذرات ميه. هو لما بيخش وشايف حاجه والدنيا مغبشه من البخار كل ده هيبقى جوه الرئه، فبيقلل مساحه الكميه اللي بتستنشق الاكسجين من الرئه، زائد ان الاكسجين اصلا لو في اي نوع من انواع تسريب الغاز هيبقى ده مشكله ثانيه موجوده، فممكن هو برضه يحصل له نفس المشكله. فدي حاجات يجب ان الوعي يزيد شويه ويبتدوا يتجنبوها. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه لازم تنقله لمكان ثاني غير اللي هو فيه، فتح كل الشبابيك ويبقى تطلعه البلكونه، تعمل اي حاجه تطلعه بره البيئه المغلقه اللي هي موجوده. دي نمره واحد. احنا قلنا الوقايه، احنا بنقول علاج بقى دلوقتي. دي نمره واحد. نمره اتنين لازم تنقله للمستشفى فورا. ليه في المستشفى؟ سيبك بقى من يقول لك اقعده او نيمه على ظهره وارفع رجليه وكل ده ما يعملش اي نتيجه. الحل الوحيد تنقله مستشفى. ليه؟ بناء على المستشفى هيبتدوا يقيموا الوضع. طبعا. اذا كان الوضع الاكسجين العادي مش هيجيب نتيجه على فكره، يعني لو اديته اكسجين عادي في المستشفى مش هيجيب نتيجه خالص. لو كانت الحاله فيها نوع من انواع اول اكسيد الكربون التحم بكرات الدم الحمراء بكميه كبيره يبقى الاكسجين العادي لن يفيد في اي شيء، يبقى ساعتها هنضطر نجيب اكسجين تحت ضغط. لكن اذا كانت في بدايه الحاله لسه
وخدناه بسرعه هيبقى الاكسجين عادي هيقدر يبقى مفيد، زائد ان هيبتدي يعالجوا اي اعراض موجوده ظهرت له قبل ما يحصل مشكله، عشان ما يحصلش تلف في المخ. ده ممكن يحصل مشكله كبيره طبعا، يبتدي من اول ان هو يحصل نوع من انواع تلف احد اجزاء المخ طبعا، وبناء على الجزء اللي تم التلف فيه هيتاثر الجسم، اذا كان حاجه بالنسبه للعضلات اللي مسؤوله عن العضلات والحركه في المخ اتاثرت هيبتدي يفقد هذه القدره على التحرك، اذا كانت حاجه في البصر على حسب المركز اللي مظبوط. فبالتالي لازم كل ما راح بدري كل ما ممكن الاكسجين يفيده مع بعض المحاليل تقدر تساعده ويقدر ان هو عادي، وده اللي حصل مع الاسره بتاعته. لكن رجعوا تاني للبيت في نفس البيئه فابتدت تظهر الاعراض، وهو من حسن الحظ ان هو تنبأ الى ان هو ينقلهم في بيت تاني ويقدر يعرف الموضوع. الناس اللي ارسلوا اول اكسيد الكربون دول ناس كويسين قوي على فكره انهم عملوا هذا الشيء، والا ما كانش هيقدر يحدد ايه أكيد سبب أكيد المشكله. صح، انا بشكرك جدا دكتور نبيل، والله الف الف شكر دكتور نبيل، كل الشكر لدكتور نبيل عبد المقصود استاذ علاج السموم والادمان بجامعه القاهره. احنا هنروح فاصل يا جماعه، وماذا بعد الفاصل؟ يعني احنا هنطلع فاصل ونروح البحر الاحمر وبعدين نخش بقى على الفقرات ونتكلم على البوسطه اللي هو البريد، احنا على ايامنا كنا نقول البوسطه. فاصل ونكمل الكلام. هي التنمية جاية، يعني جاية ما فيهاش هزار. بصوا يا جماعة، والله أنا بتكلم بجد مش هزار، يعني النهاردة الصبح كان عندي مناقشة طويلة، مش مهم المناقشة كانت مع مين، أنا راجل اتولدت لأم ناصرية بامتياز، يعني ما تقربش ناحية الناصرية والزعيم جمال عبد الناصر، وأنا أحب الزعيم جمال عبد الناصر قد عينيا واحترمه جدا واختلف معاه تقريبا على طول الخط، حلو؟ لأن أنا مش ناصري خالص خالص يعني. جزء من المناقشة دي وبعدين بنتكلم على اللي بيجرى في مصر، حصل ايه مش عارف، محمد علي صديقنا اللي كان قاعد فبيقول لي محمد علي له الفضل في شق الترع ومش عارف عمل ايه والقناطر كويس، وحد تاني يقول لي اصل الزعيم جمال عبد الناصر عمل، وقعدنا نتكلم كده. انا الحقيقه وربنا سبحانه وتعالى يعني انا بقول لك بس من الاخر كده، ده اللي اتقال واحنا بقى كنا على الهوا واحنا قاعدين كده ايه مجموعه لطيفه ظريفه. قلت له بص، اللي اتعمل ايام محمد علي وهو ما يطلق عليه بني مصر الحديثة وأنا ضد ده تماما، بس ماشي، اللي اتعمل أيام الخديوي إسماعيل، اللي اتعمل بعد ثورة يوليو، اللي اتعمل في عهد الرئيس جمال عبد الناصر إلى آخره، كل ده كل ده، وأنا قلت له نصا كده كوم، واللي حصل في السبع سنين ده أكتر من اللي اتعمل من سنة 1805 لحد 2014 وبكتير. ولا واحد ولا واحد مع حبي وتقديري ويعني وفي من أبناء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مش هقول بقى أصدقاء دول على راسي، جميل، اللي حصل في السبع سنين أكبر بكتير وأهم بكتير بكتير. ليه؟ ممكن نقعد نحكي الحدوته. اقدر اقول لك حته صغنططه كده، حياه كريمه ده لوحده باللي حصل من 1805 لحد 2014، ده لو حياه كريمه لوحده. على كل حدوته وهتتحكي. التنميه دائما اتيه لا ريب فيها، هديه رئاسيه لو حبيت تسميها، اخلاص لو حبيت تسميها. طبعا كان عندنا جنوب منسي محافظ البحر الأحمر يا سادة يا كرام يفتتح مشروعات خدمية ويلتقي أهالي ومشايخ شلاتين وحلايب. لما تحب تقولها ده وجهة نظر أنا، يعني نقول إيه شلاتين وحلايب، ليه مش حلايب وشلاتين يا يوسف؟ أقول لحضرتك سيادتك لو بتتحرك من أي محافظة ناحية الجنوب بتمر على إيه الأول؟ تعدي الأول على شلاتين وبعدين تعدي على حلايب، يبقى اسمها إيه شلاتين وحلايب مش حلايب وشلاتين.
اتفقنا؟ تعالوا ناخد معانا على التليفون سيادة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، منورنا جدا قوي خالص يا فندم. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على السادة المشاهدين جميعا. مساء النور على حضرتك. يعني الله يخليك فندم، حضرتك التقيت أولا افتتحت مشروعات جديدة ومشروعات خدمية لخدمة أهالينا في شلاتين، والتقيت بالأهالي والمشايخ هناك. احنا عايزين نعرف أكتر يا فندم على هذا اللقاء، لمست إيه وحضرتك هناك يا فندم؟ خليني الأول حضرتك يعني الأول أقول حاجة مهمة، وحضرتك فعلا في خط السير السليم لاتجاه الجنوب، هو احنا بنبتدي بشلاتين وبعديها بننتهي بحلايب في منطقه راس حدربه اللي هي نهايه الحدود بتاعتنا مع السودان. صحيح. لكن انا الحقيقه ابتديت الجوله معكوسه، انا ابتديت الجوله بحلايب، ويمكن كان في بعض المشروعات المهمه جدا في منطقة حلايب، وهي معظمها مشروعات تنموية وخدمية، وكان أهمها بالنسبة لي أنا وكنت مستعجل جدا وكنت بدفع فيها إن احنا ننهيها بسرعة، هي محطة رفع وتحرية مياه الشرب، لأن كان في من ساعة ما استلمت المحافظة كان في دايما مشكلة مياه الشرب في حلايب. الحقيقة المحطة الحمد لله استكملت، ودي كلفت حوالي 260 مليون، وكان منتظر ان هي يعني تستغرق وقت اكتر من كده، لكن الحمد لله احنا دلوقتي بسبب التشغيل يعني. فدي يمكن كانت من اهم المشروعات اللي كانت في حلايب. وبعد كده كان في حوالي 500 وحده سكنيه للتوطين لاهالينا في حلايب، والحقيقه الدوله وقيادة سياسية يمكن ما دخلتش خالص على اهالينا في مدينه حلايب، وعملنا يمكن البدائل العشوائيات دي بتكلفة يمكن تراوحت من 160 ل 170 مليون جنيه، وديت عاوز اقول لحضرتك حاجة يا استاذ يوسف، اتعملت بنفس الطراز اللي هم بيعيشوا فيه او هم بيحبوه، اللي هو بيبقى فيه دايما حوش علشان اذا كان عنده حاجات بيربيها او حاجات زي كده. أيوه. ثم منطقة بيبقى له زي منطقة بيستقبل فيها الناس بتاعته، لأن ده الطابع بتاعهم أو الطابع بتاع الأهالي في هذه المنطقة. فال500 وحدة معمولة، والحقيقة الناس أدت ارتياح جدا لهذه الوحدات، لأن هم كانوا طبعا بيبنوا بشكل عشوائي شوية. برضو عندنا يمكن ميناء الصيد البحري في أبو رماد، وده من المشروعات الكبيرة الحقيقة، واللي حي يعني هنستفيد منه جدا في موضوع الثروه السمكيه، وايضا موضوع التشغيل بتاع الشباب، لان ده بيوفر حوالي 5000 فرصه عمل. الحقيقه ميناء صيد كبير جدا، وده يخلص ان شاء الله باذن الله، يعني احنا بنقول 75% منه انتهى، والرصيد بتاعه انتهى، والتراكي بتاعه السفن او المراكب انتهت منه، وده ان شاء الله باذن الله يفتتح في يعني قبل ان شاء الله باذن الله نص السنه دي. اما بالنسبه للشلاتين، وده اللي حضرتك يمكن اشرت ليه في البدايه. أيوه. المشايخ انا اتفقت معاهم ان احنا حتى مشايخ حلايب نقعد في الشلاتين، على اساس ان انا كنت عاوز نجلس الجلسه بتاعتنا بقى اللي هي الجلسه العربي، ونفهم إذا كان في لهم مشاكل أو لهم أي متطلبات أو أي حاجة نقدر نلبيها. وأنا دايما بعمل معهم اجتماعات، حتى لو أنا ما قدرتش إن أنا أطلع الجنوب، فأنا دايما بطلب إن هم شهريا يكونوا موجودين عندي على الأقل كده، مع يعني عضو مجلس النواب اللي مسؤول عن المنطقة اللي هناك، بيجيبهم وبيجوا بنقعد مع بعض ونتناقش في متطلباتهم. وهم عندهم شوية طلبات بسيطة جدا، لأن هم كانوا برضو ما كانش اتعمل المخطط التنظيمي لمدينة شلاتين، كان بقاله فترة عملناه وبدأنا نشتغل فيه، فعاوزين يعني المخطط دوت ينتهي علشان يعني يبقى فيه نوع من أنواع التنظيم للبنى، إذا كانوا هم بيحبوا إن هم يبنوا حاجات فما تخشش على المخطط الجديد بتاع المدينة، وده احنا اتفقنا عليه فعلا وبدأنا نشتغل فيه يعني معاهم، وأيضا توفير فرص عمل لأولادهم، ودوت هيتوفر من مشروعات
اللي هي عاوز اقول لحضرتك عليها اللي احنا في موجوده بقى في شلاتين. احنا برضو رفعنا كفاءه محطه الميه اللي كانت موجوده في الشلاتين لثلاث اضعاف. هي كانت بتاخد 3000 متر مكعب يوم، احنا خليناها 9000 متر مكعب يوم، ودي بدات تشتغل فعلا. دي محطه تحليه ميه برضو. ويمكن برضو احنا بنعمل اكبر، يعني عاوز اقول لحضرتك يمكن ده اكبر مجزر آلي على مستوى جمهوريه مصر العربيه، ده خلصناه. وده المحافظه هي اللي يعني بتكلفه من المحافظه نفسها. المجزر دوت يمكن حضرتك مهم جدا لانه بيستوعب فوق ال 100 راس ماشيه يومي. يعني راس من الجمال ومن المشاية. وطبعا ده مهم لانه معظم المشاية والجمال بتيجي من منفذ السهيل اللي هو بيبقى من حلايب بيخش على المنطقه ديت. في منطقه حجر كبيره جدا لهذا المكان، ثم في محطات للتبريد ومحطات للتقطيع، ثم محطات ايضا لفصل عمليه الجلود، وبعد كده هنبتدي ناخد الجلود ديت ونبعتها لأماكنها الاستفادة منها في القاهرة. وكانت من المشاكل برضو بتاعت الناس إن اللحوم دي توصل بشكل مناسب جدا للأماكن اللي هتوزع عليها مبردة سواء أو يعني مجمدة بالشكل المناسب. فالحقيقة المجزر ده هيقوم بالمهمة دي بالكامل بإذن الله. ده برضو بيوفر فرص عمل كبيرة طبعاً. جدا طبعاً. وكثيرة جدا لأبناء الشلاتين. ده الى جانب بعض المدارس اللي احنا افتتحناها هناك، ودي كانت من متطلبات الاهالي. ويعني تفقدنا بعض المشروعات اللي هي الاصغر من كده بقى. انا مش عاوز يعني اطول على يعني حضرتك. يعني نيجي شلاتين وحلايب يا سياده اللواء. طبعا يعني موافق ان احنا نيجي لحضرتك في شلاتين وحلايب. يعني انا اتمنى هذا. اصل زمايلي بيمنوا نفسهم ان هم هيطلعوا على الغردقه، فانا قلت لهم انا مش بتاع الزيارات النواعمي الحلوه دي. انا احدفني في مناطق ضرب نار، في مناطق بعيده. دي الزيارات الميدانيه بقى. وسيادتك يعني انا اتمنى ان حضرتك تيجي ونزيع حلقه من الشلاتين ونطلع لحلايب، ثم نستطلع المناطق المجاورة كلها زي حديربة وهكذا. يعني أنا جاهز تماما يعني لهذا الموضوع. وحماطة طبعا. وحماطة طبعا. كل دي حضرتك ده المربع، يعني كل الحتة دي في سكتنا، يعني كلها هتبقى في سكتنا. أجيب الواد ابني معايا فندم. ينور والله. لا ده انا عايز اجيبه يتسحل ويتعرف على بلده بجد. يعني لازم والنبي. انا بشكرك جدا سياده اللواء والله. الف شكر لحضرتك سياده اللواء عمر حنفي محافظ البحر الاحمر، حقيقي من قلبي يعني من المحافظين المفضلين جدا والمقربين جدا ليا من غير ما نتقبل ولا مره، بس الشغل دايما عنوان. عايز اخد ابني معايا ليه؟ اقول لك عايز اخد ابني معايا علشان يتكحرط على طول كده. والله العظيم ما بهزر. انا وانا اصغر منه رحت سفاجة مع خلي نجيب سفاجة. والله الله يرحمه يا رب. فأنا هاخد ابني ونروح نقعد هناك بقى في شلاتين وحلايب. شد حيلك يا عم مالك. هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام ونرحب بضيفنا العزيز المهندس إيهاب أبو بكر الصديق عبد الخالق نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي. البريد في كل بيت وخدماته أنت بتستخدمها وبتستغلها أحيانا كتير من غير ما بتاخد بالك. ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. اصبح البريد المصري الذراع الحكومة في تأدية الخدمات الحكومية للمواطنين، حيث يقدم خدمات عديدة للسادة المواطنين، منها خدمة سداد مخالفات المرور، بالإضافة لاستخراج شهادات الميلاد والكد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، بالإضافة تجديد بطاقات الرقم القومي، بالإضافة سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة الخدمات المالية المتاحة في البريد المصري مثل حسابات التوفير، حسابات الجارية، خدمة تحويل الأموال من خلال خدمة الحولات الفورية بنقدمها لجمهور المتعاملين، بالإضافة للخدمات البريدية واللوجستية المتواجدة واللي يقدمها البريد المصري. وأحدث خدمة بريدية عندنا خدمة وصلها
دي اللي اتاحها البريد المصري للساده التجار وجميع العاملين بما يحقق رضا العاملين عن الخدمه. بصراحة دلوقتي أحسن من زمان بكتير في كل حاجة، تطور الخدمات، الراحة، يعني ممكن أي حاجة أعملها من خلال التليفون. لو كان لازم أجي وأتعب، لكن دلوقتي بقى الفيزا برضو كويسة، أسحب من أي مكان. الأماكن بقى كويسة كتيرة، الموظفين برضو كويسين. لا الوقت أحسن من زمان بكتير طبعا، بصراحة أحسن بكتير بكتير. يعني شايفها كويس جدا وتقدم حلو قوي في مكاتب البريد كلها عامه. يعني انا رحت الاسبوع اللي فات واللي قبليه جربت برضو التجربه وكلها كانت حلوه جدا، كانت اسرع من زمان، دلوقتي بقت احسن بكتير جدا بالتقدم وكله كده احسن بكتير، انا شايف كده. لا طبعا في اختلاف وفي تطور والنظام كويس. يعني دلوقتي حضرتك اقل حاجه واقل وقت، ما بناخدش وقت كتير، والنظام كل واحد بدوره بالارقام، فطبعا في تطور. يعني انا عامه مش من الناس اللي بتستخدم البريد باستمرار، انا يمكن من اول مره اخش البريد ان انا اقدم خدمه فيه، ان انا اخد منهم شات مخالفات او حاجه زي كده، خدمات من اللي كانتش موجوده قبل كده في البريد. شايف ان ده حاجه كويسه وافضل، وكمان وقت الانتظار عامه ببقى عارف انه دايما زحمه. لا النهارده انا شايف ان انتظاري مش كبير، انا بقاليش اكتر من 5 دقائق تقريبا، ودوري فاضله 3 افراد قدامي. يعني هو الوقت جري، بس المذيع كان بيرغي او مش بيرغي قوي، يعني هو كان بيتكلم في حاجات مهمه، بس اللي احنا شايفينه قدامنا في التقرير ده هو جزء حقيقي من عمليه تغيير حقيقيه بتحصل في مصر. خلونا نرحب بضيفنا العزيز المهندس ايهاب ابو بكر الصديق، نائب رئيس مجلس اداره البريد المصري تحديدا للتحول الرقمي. منورنا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ شكرا على المقدمه الجميله. لا بالعكس والله، ده احنا اللي بنشكركم على انه انا شايف مثلا المكتب اللي احنا كنا بنصور فيه التقرير وقصدنا ان احنا نذيعه الاول مش في النص علشان نسمع الناس بتقول ايه، وحضرتك حتى واحنا بنتفرج قلت لي ده اللي موجود في كل حته، كله نفس الثيم، نفس صحيح. حاجه واحده. صحيح. العالم بيشهد ثورة في مسألة التحول الرقمي، كل حاجة بقت يعني العالم بين يديك، أمسك البتاعة دي وأعمل كل حاجة في الدنيا. وعلى ما يبدو أن البريد المصري ما بقاش بعيد عن ده خالص، بل بالعكس عارف أنه يواكب هذه الثورة اللي بتحصل في العالم. العالم بين إيديك وكمان من خلال البريد المصري. أبدأ منين الحكاية وإحنا قاعدين بندردش وأنا عارف مهندس إيهاب ما بيطلعش في التلفزيونات. أيوه. فنورتنا وشرفتنا. الله يخليك، شكرا يا فندم. نبتدي من زي ما حضرتك قلت انه كل حاجه تقريبا دلوقتي على الموبايل، على المنصات الالكترونيه. طيب احنا البريد لو قسمنا الاول الخدمات، هي خدمات ماليه، خدمات حكوميه، وخدمات بريديه. حلو. احنا اخذنا في كل قطاع من دولت اشتغلنا عليه ونشوف هنحوله رقمي ازاي، هنحوله البريد مثلا الخدمات البريديه. لو الخدمات البريديه انا ببعت حاجه من النقطه هنا للنقطه هنا، ودي الخدمات التقليديه اللي البريد تم انشاؤه من اكتر من 150 سنه على هذا الاساس. النهارده عندنا ابلكيشن مثلا، الابلكيشن ده حضرتك ده بيخدم التجاره الالكترونيه، وده تحول رقمي، انه انا بدي لحضرتك الميزه انك تنقل سواء تاجر او مواطن، تنقل ال 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 الخدمات بتاعتك او البرودكتس بتاعتك لاي مكان، بان حضرتك بتسجل على منصه معينه او موبايل اب، حضرتك بتسجل بياناتك وبنتحقق منها وبتقول انا عايز انقل ده. احنا بنيجي بناخدها من حضرتك وبنوديها لمين؟ اللي هيستلم. واحنا بنسلم الراجل ده، قبل ما نسلم الـ 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 الحاجه ديت بنقول له، بنبعت له مسج وبنقول له احنا هنسلم حضرتك ده، وبنبعت له كود كمان نقول له عشان احنا نتاكد ان اللي بيستلم هو الشخص اللي المفروض يستلم. مظبوط. وفي نفس الوقت بندي له الامكانيه للي بيستلم واللي المرسل انه هو يتراك او يشوف الشحنه بتاعته راحت فين، بتتحرك ازاي. طيب ده اللي الناس ممكن تشوفه في العموم، لكن في الحقيقة هو فيها احنا
كتكنولوجي وكديجيتال ترانسفورميشن احنا مستخدمين الارتفيشال انتليجنس. بمعنى حضرتك عايز تشحن بوكسز مثلا بسايز معين واكس وواي وزد، احنا بناخد المعلومات ديت وبنجمعها وبالذكاء الاصطناعي بنبتدي نشوف دي هتتجمع فين، مناطق ايه، العربيات، مسار العربيات، لوجيستكس بتاعتها، واصل بالجي اي اس والقمر الصناعي عشان نشوف اسرع واسهل طريق. ده الحاجات اللي بتحصل في الباك اند. طيب ده تحول من ان انا باخد من حضرتك، كنت قبل كده باخد منك الطرد وبوصله الى المستفيد، دلوقتي اختلفت الدنيا تماما. انه في الباك اند اللي ممكن حضرتك يعني الناس ما تعرفهاش، ان البريد بيستخدم الذكاء الاصطناعي، البريد بيستخدم الجي اي اس والتتبع والمراقبه، ومن ناحيه اليوزر اكسبيرينس النهارده عنده اب وبيشوف بيطلب بيرجستر نفسه وبيقول انا عايز اشحن ده واوديه للمكان الفلاني للشخص الفلاني، وبنامن الرحله ديت بانه ده الشخص فعلا، وده في اوثنتيكيشن كوثنتيكيشن بالظبط من الناحيه الثانيه، فيبقى انا خلاص كده مطمن 100% الحاجه وصلت. ومساله التراكنج سيستم فبتخليني دايما مطمن، يعني دلوقتي اتحركت من المكان ده للمكان ده، ده هي في السكه، ده وصلت في التوقيت الفلاني بالملي، مظبوط الساعه 5 العصر مثلا، مظبوط. ده حاجه في قطاع البريد او النشاط البريدي. طب النشاط المالي، احنا حضرتك عارف ان احنا 4200 فرع، وده رقم مهول في انحاء الجمهوريه. فاحنا بنقدم خدماتنا لانحاء الجمهوريه، وزي ما حضرتك شفت في الـ الاعلان الصغير ده، انه حضرتك بتسالني بقول لك حضرتك بتقولي ده بتجمع، بقول لك احنا الثيم واحد بتاعنا، ودي الايدنتيتي الجديده بتاعت البريد، سواء حضرتك في ال 4200 فرع او الاكشاك. لو حضرتك شفت الاكشاك والعربيات عندنا عربيات بنمانوفر بيها وقت الذروه عشان نخف الزحمه، لو في زحمه في وقت مثلا معاشات او 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 اي وقت تاني. المهم ان احنا عندنا مركز مراقبه ممكن منه نتحكم ونناور عشان ما يحصلش فيه زحمه، بس الثيم واحد. عشان كده لما بتقول حضرتك ده التجمع الخامس، اقول لحضرتك ما اعرفش، ممكن تجمع خامس، ممكن يكون يطلع 6 اكتوبر، ممكن يطلع في المانيا، ممكن بالظبط زي ما يطلع. طيب احنا مشهورين بدفتر التوفير. ايوه دفتر التوفير بتاعنا، اشهر دفتر توفير، جينا اتربى على دفتر التوفير. طبعا النهارده احنا بنتعامل مع جيل يسمع عنه، ممكن ما يكونش يعني احنا بالنسبه لنا دي حاجه عاطفيه بالنسبه لنا، بس بالنسبه له هو الكروت او الموبايل ابس هي دي الاهم بالنسبه له. زي ولادي مثلا، يعني النهارده انا ما يعرفوا الوالت، يعرفوا والت ويعرفوا الكريدت كاردز والبري بايد كاردز بس. طيب احنا في الحته دي عملنا ايه؟ قلنا احنا هنفيد اولا عملائنا اللي موجودين بان احنا نديهم خدمات رقميه جديده، وفي نفس الوقت بنستقطب الجيل ده. عملنا ايه؟ انه عندنا تطبيق جديد، واحنا يعني يمكن حضرتك اول مره تعرف انه هيطلق رسميا يوم 22/2/2022. حلو قوي، اتنينات كلها كده، احنا اول ناس اهو. 22/2/2022 الموبايل اب ده هو مربوط بكارت اسمه يلا، ده بشراكه مع فيزا وباي سكاي. البريد المصري حضرتك من الكارت ده وهو مربوط باب، والاب ده ممكن حضرتك تشغل على اي او اس او اندرويد، ده حضرتك ممكن تعمل فيه كل حاجه، كل الخدمات، المدفوعات، نقل اموال، حضرتك ممكن حوالات اللي انا اقصده يعني، ممكن حضرتك في بقى خدمات كجروسري، فارماسي، صيدليات، فانا ممكن وانا قاعد انا بشتري من هنا وبشتري من هنا وبحول من كروتي بقى، لو انا عندي كارت بري بايد وعندي كارت يلا فانا احول فلوس من هنا لهنا. في نفس الوقت انا ممكن طبعا بتدفع حضرتك مثلا مدفوعاتك في اي مكان وحضرتك بتشحنه من مكاتب البريد، وفي نفس الوقت الميزه ديت
انك انت انا ما خليتكش تتحرك، انا خليتك تعمل كل حاجه وانا قاعد، وانت قاعد في بيتنا، في بيت، في شغلي بالظبط، في جامعتي لو انا لسه في الجامعه الى اخره. فانا بدي لحضرتك ده انا بعتبره ده تحول، ان انا بخاطب بيه الجيل الجديد وبدي ميزه جديده، ميزه يعني سهله ورقميه لعملاء البريد اللي احنا طبعا بنحبهم وبنتشرف بيهم. طب انا هستأذن هطلع لفاصل سريع فضل. جدا هكذا وعدني عبد العظيم، وهرجع نكمل الكلام. لو سمحتوا استنونا، الكلام مهم جدا مع المهندس إيهاب ابو بكر الصديق، استنونا بعد اذنكم. أنا ببقى سعيد جدا لما الاقي عقليات زي المهندس إيهاب أبو بكر، هم اللي بيديروا هذه المنظومات في بلدنا، الحاجات اللي كنا بنظن إن مفيش منها أمل زمان، اتضح إن الأمل كبير جدا. أرحب بحضرتك مرة ثانية. شكرا يا فندم. إحنا كنا زمان نقول على البريد البوسطة، فكانت كل اللي إحنا نعرفه عن البوسطة، البوسطة دي يعني الجوابات، والبوسطة دي يعني الطرود أحيانا، والبوسطة دي يقول لك شايل فلوسه في البوسطة، لحد كده وخلاويص. على ما يبدو الدنيا اتغيرت تماما، وفي مسألة الرقمنة خلت انه البريد بقى موجود خدماته في كل حاجة تقريبا وبنستخدمها زي المرور الخ الخ الخ. انا يمكن فضلي 3 دقايق ونص، في ال3 دقايق ونص دول انا عايز اعرف او اعرف كل مواطن ايه الخدمات اللي يقدر يستفيد بيها عن طريق البريد المصري. احنا كلمنا عن الخدمات البريدية والمالية في عجالة. الخدمات الحكومية وهي دي الأخيرة، انه انا ممكن اطلع شهادة براءة الذمة مثلا من البريد وانا واقف، ايه ده، وممكن انا ادفع مصاريف المدرسة وتأمين التابلت برضو من مكاتب البريد، انا ممكن الشهر العقاري في مكاتب البريد، الإسكان أنا ممكن أدفع يعني أسحب الكراسة للإسكان الاجتماعي، وإن أنا أدفع المقدم أو أدفع الإقساط في البريد، كل ده في البريد، خدمات مرورية موجودة خدمات في البريد، بالإضافة إلى أنه إحنا بنقدم خدمات مصر الرقمية جوه مكاتب البريد. والخدمات في ازدياد، لأن في توجه ان البريد هو الذراع تقديم الخدمات الحكوميه. واحنا بنحاول ان احنا نبقى مستعدين وعلى اهبه الاستعداد لتقديم اي خدمات جديده. وعشان نعمل كده احنا من ناحيه لو احنا بنتكلم في تحول رقمي، احنا بنبني البنيه التحتيه بتاعتنا واحنا شغالين، يعني كل الخدمات اللي بقول لحضرتك عليها ديت هي ديت خدمات فعلا موجوده على الارض، وحاجات فعلا هتطلق في يعني كمان كام اسبوع، ولكن في نفس الوقت احنا بنحدث زي ما بنحدث المكاتب بتاعتنا، بنحدث البنيه التحتيه التكنولوجيه لمكاتب البريد. ممكن تكون سهله على مكتب او مكتبين، لكن على 4200 فرع ده بيبقى حمل كبير، بس احنا قدوا وعملناه وبنعمله، لانه دي حاجه بتبقى مستمره، هي ما بتبقاش حاجه بتتعمل مره وخلاص، لا احنا على طول تحديث البنيه التحتيه، لانه أول لما حضرتك يكون عندك بنية تحتية قوية وسكيلبل، يعني أنا أقدر أزودها في أي وقت، خلاص أنا حضرتك إديني وأنا هشتغل على طول. أنا كده أقدر أفهم إنه بحالة الرقمنة المتزايدة وفي نفس الوقت العمل على تحديث البنية التحتية أول بأول، هيجي وقت هبقى مش محتاج أنزل من بيتنا أروح مكتب البريد، هتبقى كل حاجة موجودة على الموبايل أبس، أنا قاعد عمال بعملها، فزيارتي المكتب دي هتبقى للشديد القوي يعني. صحيح. ما هو إحنا هدفنا إن إحنا إن يعني إحنا تماشياً مع 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 رؤية الدولة 2030 مركزين في التحول الرقمي والشمول المالي. أنا في الآخر هو الشمول المالي، وأنا بقدم الخدمات المالية بطريقة بسيطة وبتكلفة قليلة جدا، وفي نفس الوقت أنا عايزها ما تبقاش نقدية، يعني التعاملات ديت غير نقدية بالضبط. طيب ما عشان كده البريد عمل إيه؟ البريد عنده 1700 ATM، فأنا بدي لك الفرصة أنك أنت يعني أدائك يعني مش لازم تروح البريد، أنت على مكان الـ ATM بتاع البريد اللي هو 1700 وحنزوده كمان 1000، إن حضرتك ممكن تعمل كلام الأبس اللي احنا بنتكلم عليها، حضرتك ممكن
تعمل خدماتك، وهنزود على الاب ده اللي هو هيتم اطلاقه الخدمات الحكوميه، وبالتالي انا ممكن اعملها وانا قاعد في البيت، وممكن طبعا استلم حاجتي، فانا بعملها زي اند تو اند سيرفيس. صح. فخلاص انا قاعد في بيتنا، انا هعمل ده وهشتري وهدفع مخالفاتي واقساط المدرسه والبيت وكله وانا قاعد، وحاجاتي والبريد برضو بيوصلها لي وانا بقوم بقساط المدرسه وقسط البيت، وهدفع الحاجات بتاعه الخدمات المروريه بتاعتي وشهر عقاري وببعت حاجات وبستلم حاجات وبدفع الفواتير بتاعه الخدمات بتاعتي، ميه وكهرباء والحاجات دي كلها. صح. وهتاخد عليها حضرتك كمان، هاخد بوينتس اعمل بيها ايه؟ دي هنا حاجه هنقولها. هنا بقى احنا اطلقنا برضو من 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 اسبوعين كده او ثلاثه، احنا اطلقنا برنامج الولاء اللي اسمه وين. وين يعني هتفوز. فكل ما حضرتك هتستخدم الكروت بتاعه البريد، حضرتك هيضاف الى رصيدك نقط. حلو. والنقط ديت كل ما هتجمع اكتر النقط حضرتك هتستفيد بيها باستبدالها. احنا تعاقدنا مع 150 تاجر تقريبا بشبكه تقريبا يعني واسعه قوي. حلو. فانا ممكن استبدل النقاط ديت بمنتجات. ايوه كده، انا احب المنتجات قد عينيا. فانا النهارده انا بقول لحضرتك استخدم الكارت كروتك، وما تدفعش طبعا، انت حضرتك بتستخدم ماكينه ما فيش نقديه وبتكسب، وبعدين هتاخد اللي بتكسبه تشتري بيه حاجات تانية، وانا كل ده ان يعني هو ما فيش نقديه. صح. انا مش سعيد، انا كمان ابعد من سعيد. سعيد حقيقي، انا سعيد جدا اولا ومتشرف بوجود حضرتك معانا النهارده، نورتنا وشرفتنا. سعيد جدا بكل اللي انا سمعته، واعلم انه اللي سمعناه ده حاجه كده عامله زي جبل الجليد، فاللي احنا كل اللي احنا قلناه ده هو يا دوب ما يكملش 30% من حجم المجهود اللي اتعمل، ومن حجم الخدمات كمان اللي بتقدم. لسه ما قلناهاش بس الجايات كتير، يمكن ان شاء الله نتقابل تاني بعد 22 فبراير 2022 باذن الله. شكرا جدا جدا لحضرتك يا باشمهندس. كل الشكر للمهندس إيهاب أبو بكر الصديق، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي. سمعنا حاجات كويسة كتير، وصدقوني اللي جاي لسه أكثر إبهارا. خلصت الحلقة لحد كده. لو كلنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله في نفس المعاد، وعشرة ده إيه ده، هو خلاص دلوقتي حالا رقم 10، وكريم رمزي استنونا. سلامات.